يا مساء الخير والسعادة، أهلا وسهلا بحضراتكم أعزائي طلاب الفرقة الثانية كلية علاج طبيعي جامعة بنها في آخر محاضرات الهيدروثيرابي، ختامهم مسك لأن احنا هنتكلم عن المية. محاضرة إن شاء الله تكون سهلة ومهمة جدا، هنتكلم فيها عن عنوان المادة بتاعتنا الهيدروثيرابي العلاج بالماء، هنتكلم عن خصائص الماء وكمان هنتكلم عن physiological and therapeutic effects of water، وهنتكلم عن 4 hydroagents بنستخدمهم في مجال العلاج الطبيعي، بداية بالأكواتيك أو البول exercise therapy، بعد كده هنتكلم عن الويرلبول، بعد كده هنتكلم عن 2 agents بنستخدمهم في الwound healing، pulsed lavage with suction، واخر حاجه عندنا هنتكلم عنها هي النيجاتيف بريشر ووند ثيرابي. ربنا سبحانه وتعالى قال وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون، والرسول عليه الصلاه والسلام قال علموا ابناءكم السباحه والرمايه وركوب الخيل. اكيد اكيد السباحه ليها فوائد كتير جدا، يكلمنا عنها الناس اللي بتنزل تمارس السباحه بشكل منتظم، احساسهم ايه وهم جوه الميه، احساسهم ايه بعد ما بيطلعوا من الميه، واحساسهم ايه بعد فتره من ممارسه السباحه. اكيد 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 الناس دي بتحس بالاحساس الحلو وبالسمايل الجميله وبالسعادة الغامرة اللي حاسس بيها مختلف الفئات، سواء كانوا أطفال سواء كانوا كبار سواء كانوا شباب، الكل بيكون مبسوط وهو بيمارس السباحة، وفوائد السباحة رهيبة على كل أنظمة الجسم، بداية بالمسكول سكيلتال وتقوية العضلات، وعلى الكارديو فاسكولار والريسبيراتوري والرينال، وحاجات كتير جدا هنتكلم عنها النهاردة. هي رياضة متكاملة ورائعة وفاني، الناس بتتبسط وهي بتمارس السباحة. هنتكلم النهاردة عن الهيدروثيرابي ديفينيشن بتاعه، ايه هي الفيزيكال بروبرتس بتاعة الووتر، كمان هنتكلم عن physiological therapeutic effects of hydrotherapy، contraindications, precautions and adverse effects of hydrotherapy. الفور agents اللي احنا اتكلمنا عنهم هنتكلم عن indications بتاعتهم والclinical application procedure، وطبعا هندي case studies عشان نربط المعلومة ونحاول ان احنا نطبقها على ارض الواقع. هيدروثيرابي خلاص احنا متفقين ان هيدرو يعني ووتر وثيرابي يعني هيلينج، وبالتالي انا الهيدروثيرابي هو عباره عن الابلكيشن اوف ووتر فور ثيرابيوتيك بيربسز، ممكن نقول ان هي ثيرابيوتيك موداليتي بستخدم فيها الووتر في اي فورم، ممكن يكون ليكويد ممكن ايس ممكن ستيم واي تمبريتشر، واحنا اتكلمنا طبعا عن التمبريتشر بالتفصيل الممل خلال السمستر، عشان كده احنا خلينا الهيدروثيرابي في الاخر لان هو بيزد برضو على التمبريتشر. اتكلمنا عن مختلف التمبريتشر سواء كانت هوت اور كولد فور ذا تريتمنت اوف فيزيكال اور سايكولوجيكال ديسفانكشن، وبالتالي لو بستخدم الهيدروثيرابي بكولد ووتر هسميه ساعتها كرايو هيدرو ثيرابي، ولو هستخدمه في وورم ووتر هسميه ثيرمو هيدرو ثيرابي. طيب الكرايو هيدرو ثيرابي اكيد اكيد ليه استخدامات، والثيرمو هيدرو ثيرابي اكيد ليه استخدامات. طيب الكرايو ثيرمو هيدرو ثيرابي احنا اتكلمنا عنه في المحاضرة اللي فاتت، كنا بنتكلم عن الكونتراست اميرجن والفوائد بتاعته. طب تعالوا كده سريعا نقول لو احنا استخدمنا الكرايو هيدروثيرابي يعني كولد ووتر وبعمل اكسرسايز جوه الكولد ووتر او بعمل اميرجن كولد ووتر اميرجن، بيعمل لي اكيد فازوكونستريكشن، بيقلل لي بلاد فلو، بيقلل لي الميتابوليزم، واكيد بينهانس عندي الانرجي، بيعمل لي ستيميليشن، ده طبعا هيقلل لي البوست اكسرسايز
مصل سورنس وبينهانس عندي البوست اكسرسايز ريكفري زي ما احنا اتكلمنا قبل كده. لكن لو استخدمت الورم ووتر في الهيدروثيرابي هيبقى اسمه ساعتها الثيرمو هيدروثيرابي. الاكزامبل بتاعنا هو الورم ووتر اميرجن، ده هيعمل لي فازو دايليتيشن يزود لي بلاس سبلاي والميتابوليزم، واكيد ده هيعمل لي ريلاكسيشن ويقلل البين. ممكن استخدم الثيرمو هيدروثيرابي تو انهانس ليبر ان انهانس ووند كير. هنتكلم النهارده بالتفصيل طبعا عن الكلام ده. لو استخدمت الكونتراست اميرجن هسميه ساعتها كرايوثيرمو هيدروثيرابي، وده طبعا اتفقنا انه بيقلل لي الاوديما الكرونيك اوديما لانه بيعمل لي فاسكولار بامبنج، بينهانس عندي البريفرال بلاد فلو وبالتالي بينهانس عندي الهيلينج. هيدرو ايجنتس تايبس، تعالوا نقسم الهيدرو ايجنتس اللي احنا بنستخدمها تقسيمه كده تكون عمليه ونقدر ان احنا بعد كده نتكلم في مصطلحات نبقى كلنا فاهمينها. انا هقسمهم عندي الى نوعين اساسيين، يا اما اميرجن هيدروثيرابي او نون اميرجن هيدروثيرابي. اميرجن يعني هغطس الجسم او هغطس الجزء اللي انا بعالجه جوه الميه، لكن النون اميرجن مش هغطس الجزء ده، يعني هعمل تريتمنت باي ووتر لكن من غير ما انا اعمل اميرجن لبودي بارت او للجسم بتاعي. طيب الاميرجن هيدروثيرابي في عندي بول او اكواتيك ثيرابي نتكلم عنه دلوقتي النهارده في بدايه المحاضره، وفي عندي وايرل بول ان هابر تانك. في ناس بتحط الوايرل بول لوحده والهابر تانك لوحده وان كانوا الاثنين ريليتد تو ايتش اذر، والهابر تانك هو لارج وايرل بول يعني هو اكبر في الحجم. التالت عندي هو الاميرجن هيدروثيرابي اللي احنا بنستخدمه في السبا بانيو ثيرابي، وده مش مجالنا في العلاج الطبيعي. النون اميرجن هيدروثيرابي اللي احنا بنستخدمه في الووند هيلينج من غير ما نعمل اميرجن، عندي البالسد لافاج وذ سكشن بي ال دبليو اس، وفي عندي نيجاتيف بريشر ووند ثيرابي ان بي دبليو تي. في الاميرجن هيدروثيرابي انا بعمل فول or partial immersion دي بودي بارتس عندي زي ما احنا شايفين، ادي الفول immersion ان الجسم كله يبقى متغطس جوه المية واعمل exercise under water، او partial immersion جزء بس من الجسم يكون متعرض للمية او جوه المية وبعمل exercise. طيب عندي ثلاث حاجات زي ما احنا قلنا، اولهم هو البول او الاكواتيك ثيرابي، وزي ما احنا شايفين كده بول كبير في ميه ممكن يكون في اكتر من بيشنت بيعملوا علاج داخل الميه، وده الاكسرسايز اللي احنا بنعمله اندر ووتر بنسميه اكواتيك او اندر ووتر اكسرسايز. ده لما تيجوا تسيرش على جوجل وتبقوا عايزين تستخدموا الترمينولوجي المظبوط. كمان في البول او الاكواتيك ثيرابي بنستخدم اكيد التاب ووتر مع الكلور علشان خاطر يعمل تعقيم للميه. يبقى اذا اول حاجه عندي هو البول او الاكواتيك ثيرابي، تاني حاجه هي الوايرل بول او الهابر تانك. الوايرل بول والهابر تانك هما اصغر حجما من الاكواتيك بول زي ما انتم شايفين كده، ده الوايرل بول وده الهابر تانك. الهابر تانك بيبقى فيجر اوف 8 لارجر سايز زي ما احنا قلنا، وهنا بيشنت واحد هو اللي بيستخدم التانك ده وبالتالي الحجم بتاعه بيكون صغير وسنجل بيشنت. تالت حاجة عندي هو الاميرجن هيدروثيرابي في السبا، وده بيبقى في عندي نيتشرال ووتر مع المدز، طبعا مش هنتكلم عنه في الهيدروثيرابي. تاني نقول ان الاكواتيك بولز هي لارج بولز فور تريتمنت اوف مور ذان وان بيشنت ات ا تايم زي ما انتم شايفين كده، لكن الواير بولز بتبقى فيها تانكس والتانكس دي بيبقى فيها ميه فور تريتمنت اوف وان بيشنت ات ا تايم زي ما احنا شايفين.
تاني نوع عندي هو non-emergent hydrotherapy. قدينا بنكرر معلومة كتير في البداية علشان خاطر نبقى حاطين الفريم اللي احنا كلنا هنمشي عليه. عندنا اول حاجة هو pulsed lavage with suction, ومن اسمه كده pulsed lavage. lavage يعني بعمل يعني ري للجرح بتاعي بسلاين, وبعد كده بعمل suction, بسحب الووتر او الفلويد الكونتامينيتد عشان اطهر الجرح. وبما ان انا بحط سلاين فانا بحط جوه برضو الهيدروثيرابي, وده نون اميرجن لان انا مش هغطس الجزء ده في المية, لا انا بالجهاز بتاعي هحط سلاين وهبدأ ان انا اعمل suction. التاني عندي جهاز فيه الووند هيلينج, هو اسمه نيجاتيف بريشر ووند ثيرابي. والنيجاتيف بريشر بيدي نيجاتيف بريشر لووند بيكون كرونيك عندي, بحط عندي فوم جوه الووند وبعد كده بعمل ساكشن للووند ده علشان اساعد في الهيلينج بتاع الووند والديس انفكشن بتاع الووند. تاني الهيدرو ايجنتس عندي يا اما اميرجن هيدروثيرابي او نون اميرجن هيدروثيرابي. في الاميرجن هيدروثيرابي عندي البول او الاكواتيك ثيرابي, واير بول, هابر تانك والسبا تالت. والنوع التاني عندي في النون اميرجن هيدروثيرابي عندي بولسد لافاج وذ ساكشن او نيجاتيف بريشر ووند ثيرابي. ايه هي خصائص الميه وايه هي الفيزيكال برينسيبلز اللي بتخضع عليها الميه؟ تعالوا نتكلم عن الموضوع ده, وده موضوع مهم جدا عشان نعرف نعالج بالمية لازم نكون عارفين اصلا ايه هي الفيزيكال برينسيبلز اند بروبرتس اوف ووتر. هنقسمهم لثلاث حاجات رئيسيين, 3 مين سيكشنز: ثيرمال بروبرتس يعني خصائص حراريه, ميكانيكال بروبرتس يعني خصائص حركيه, وانترنسيك بروبرتس يعني خصائص داخليه. في الثيرمال بروبرتس احنا اتكلمنا قبل كده عن السبيسيفيك هيت والثيرمال كوندكتيفيتي في اول محاضره. الميكانيكال هيكون عندي بوينسي وهو الطفو, سبيسيفيك جرافيتي, هيدروستاتيك بريشر اند دراج فورس. اربع حاجات ميكانيكال مهمين جدا. اما في الانترنسيك فانا عندي الفيسكوستي اللزوجه والريزيستنس المقاومه. تعالوا نبدا اول سكشن عندي وهو الثيرمال بروبرتس اوف ووتر او الثيرمو داينامكس. احنا قلنا قبل كده ان احنا الووتر عنده ايه, هاي سبيسيفيك هيت يعني عنده ابيليتي تو ستور الهيت بشكل كبير جدا. والسبيسيفيك هيت بتاعه الووتر كانت كام؟ 4.19 من 100. ان كمبارزون بالاير هي اكبر. ليه؟ لان الاير عندي 1.1 من 100, وبالتالي الريشيو عندي بتكون 4.14 من 100. اذا الووتر عندي ليه هاي سبيسيفيك هيت, ودي ميزه الووتر ان هو بيستور الحراره بدرجه كبيره جدا اعلى من الووتر. كمان كان عنده كوندكتيفيتي ثيرمال مودريت, ثيرمال كوندكتيفيتي يعني ابيليتي تو ترانسفير او تو كوندكت الهيت بشكل متوسط, ودي حاجة برضو كانت بتميز الووتر. الثيرمال كوندكتيفيتي بتاعته كانت زي ما احنا شايفين كده اكيد اعلى من الاير, وبالتالي الريشيو عندنا بتوصل ل 24.56 من 100 ووتر تو اير ريشيو في الثيرمال كوندكتيفيتي. اذا هي اعلى من الاير في قدرتها على ان هي ترانسفير او تو كوندكت الهيت. وبالتالي عندي حاجتين اساسيتين بيميزوا الووتر وبيخلوا حلو جدا في العلاج, ان هو هاي سبيسيفيك هيت اند مودريت ثيرمال كوندكتيفيتي. طبعا خصائص الحراره عندنا بتاعه الووتر احنا اتكلمنا عنها بالتفصيل قبل كده. اتكلمنا عن الفيسيولوجيكال اند ثيرابيوتيك افكتس اوف كولد, بدايه من ديكريز تمبرتشر, هيمودايناميك او سيركيولاتوري ريسبونس, انيشال ديكريز ان بلاد فلو فولود باي ليتر انكريز ان بلاد فلو. اتكلمنا برضو انه الكولد ابلكيشن بيعمل لي ريدكشن للميتابوليك ريت وانفلاماتوري كنترول, وب
بيقلل الأوديما وله effects neuromuscular بداية من peripheral nerve effects pain reduction alteration للmuscle performance muscle spasticity reduction and muscle spasm reduction. على الفيسيولوجيكال افكتس بتاعه الهيت كان عندي انكريز للبلاد فلو انكريز للميتابوليك اكتيفيتي اكسلريشن للتشو هيلينج انكريز للفلويد ديناميكس وكمان بالحراره عندي بتساعد في زياده الاكستنسابيليتي والرينج اوف موشن بتقلل لي السبازم بتعمل لي تشينج على مستوى المصل سترينث كمان بتعمل لي بين كنترول وليها السيدتيف effect او relaxation effect. محاضرة النهاردة تجميع للترم كله, يعني احنا بنأبلاي اللي فات على ووتر بنستخدمه في العلاج عشان كده احنا خليناها في الاخر وعشان كده احنا قلنا ان هي محاضرة مهمة جدا. من احنا بنتكلم على الثيرمال بروبرتس اوف ووتر فلازم نرجع تاني نتكلم برضو على الهيت ترانسفير مود. طيب انا دلوقتي عامل immersion لجزء من اجزاء الجسم جوه الميه. طيب الهيت ترانسفير مود عندي هيكون كوندكشن ولا كونفكشن؟ ها كوندكشن ولا كونفكشن؟ برافو عليكوا. على حسب ثبات الثبات عندي, يعني لو كان الجسم او جزء من اجزاء الجسم بتاعتي والووتر ما بيتحركوش هما الاثنين ثابتين عندي فالهيت عندي هيبقى ترانسفيرد باي كوندكشن. ليه؟ علشان ما فيش حركه موجوده عندي. لكن لو البيشنت بيحرك البارت او الجوينت بتاعه جوه الميه او الميه بتتحرك حوالين البيشنت بارت كده الهيت عندي هيكون ترانسفيرد باي كونفكشن. اتكلمنا عن ده طبعا قبل كده. طيب نرجع تاني للفيزيكال برينسيبلز والبروبرتس بتاعه الووتر. احنا خلصنا كده الثيرمال بروبرتس, تعالوا نتكلم بقى شويه عن الميكانيكال بروبرتس البروبرتس اللي بتميز الووتر. اتفقنا ان هم اربعه: بوينسي سبيسيفيك جرافيتي هيدروستاتيك بريشر اند دراج فورس. تعالوا نتكلم عنهم بالتفصيل. الميكانيكال بروبرتس اوف ووتر اسمها هيدرو ميكانيكس اوف ووتر, من اسمها كده هيدرو يعني ميه, ميكانيكس يعني حركه, وبالتالي ده الترمينولوجي او الترم العلمي اللي بيقول او بيتكلم عن الميكانيكال بروبرتس اوف ووتر. تعالوا نبدا باول خاصيه وهي البوينسي. زي ما انتم شايفين الطفو, قدره الميه, واول خاصيه في الميكانيكال بروبرتس ان الميه عندنا بتساعد على الطفو. طب يعني ايه طفو؟ يعني ايه بوينسي اصلا؟ بوينسي هي الفورس اكسبيرينسد از ان اب وورد ثرست اون ذا بودي ان ذا اوبوزيت دايركشن تو ذا جرافيتي. احنا عندنا الجرافيتي بتشدنا اكيد لتحت, الميه بتعمل بقى ايه؟ بتعمل العكس تماما, بترفعنا لفوق على سطح المية, وبالتالي هي الفورس اكسبيرينسد ابورد ثرست اون ذا بودي, بترفعني عكس اتجاه الجاذبية الارضية. طيب لما بحط اي اوبجكت عندي في المية اكيد بيعمل لي ووتر ديسبليسمنت. طيب مقدارها قد ايه؟ احنا طبعا خلاص عارفين ارخميدس برينسيبل اللي بيقول عندي ان الفورس اون بودي اميرسد جوه المية اكيد هي بتساوي ايه؟ بتساوي الويت بتاع الفلويد اللي اتزاح عندي من الفلويد اللي اتزاح عندي بسبب الاوبجكت اللي اتحط جوه الميه, الاثنين بيساوي بعض. يعني ببساطه جدا الميه اللي اتزاحت عندي كميتها بتساوي الويت او الوزن بتاع ايه؟ بتاع الاوبجكت اللي احنا حطيناه جوه الميه. احنا كل اللي احنا عايزين نقوله من هنا ان في عندي displacement للووتر inside البول او inside التانك اللي موجود عندي. الووتر له خاصية رائعة عن الاير في ان هو supportive, يعني بيعمل لي support للجسم, support للبودي بارت. ليه؟ عشان خاصية البوينس اللي احنا اتكلمنا عنها انه المية بترفع لي الجسم على سطح المية. طيب اقدر ان انا استخدم ده في العلاج؟
اقدر ان انا استخدم ده في العلاج، وده اللي بيميز عندي التمرين جوه المية عن التمرين على سطح الكرة الارضية العادي جدا اللي احنا بنعمله في المراكز بتاعتنا. جوه المية العيان بيقدر ان هو يبرفورم التمارين بتاعتنا بشكل سهل جدا. الحاجات اللي كانت صعبة مش قادر ان هو يعملها على الارض، زي ان هو يجمب، زي ان هو يعمل تمرين بلود معين، ده بيقدر يعمله بسهولة جدا جوه المية. وبالتالي عندي بيشنس كده بيكونوا مميزين جدا جوه المية، وهم البيشنس اللي هم عندهم انتيرو كورشيت ليجمنت ريكونستراكشن او ريبير والتوتال هيب ريبليسمنت. في البيشنتس دول بيبقى عندهم الجوينت كومبريشن بيكون عالي، فانا بستخدم خصائص الميه في ان هي ترفع لي الجسم، والبوينسي في ان هي تقلل لي الكومبريشن على الجوينت المتهالك وعلى العمليه اللي لسه معموله، وبالتالي مفيش عندي مشاكل هتكون موجوده على مستوى الجوينت. فانا كده استخدمت البوينسي كأسيستنس للبيشنت بتاعي. حركات كتير جدا بعملها بمساعدة البوينسي، وممكن كمان ان انا استخدم البوينسي مش بس عشان يساعد عندي البيشنت ان هو يعمل حركة، ده كمان ممكن استخدمها في المقاومة في الريزيستنس عشان ازود سترينثنج. احنا عارفين طبعا احنا عشان نزود سترينثنج بندي ريزيستد اكسرسايز وبندي ويتس زي ما احنا عارفين عشان تزود عندي السترينثنج. وبالتالي لو انا بستخدم البوينسي في اتجاهه الطبيعي ان هو يرفع للجسم لفوق، فانا كده باسست عندي الاكسرسايز. اما لو عملت العكس في عكس اتجاه البوينسي، فانا كده هعمل ريزيستنس وهزود المصل سترينثنج. تاني نقول ان submersion of most of human body بيدكريز عند الاسترس والكمبريشن على الويت بيرينج جوينتس muscles connective tissue. وبالتالي انا ممكن جدا استخدم ده في ايه عشان اريز اي weaken body parts against gravity، او ان انا assist عندي therapist ان يتسبورت الweight بتاع الpatient during اي therapeutic activity. في الاسيستنس بتاع البوينسي بنقول ترم حلو جدا. ايه هو؟ ان البوينسي بيدي البيشنت بتاعي احساس بالريلاتيف ويتلسنس، ان وزنه اقل بشكل نسبي. هو طبعا الوزن بتاعه ما بيختلفش ابدا، لكن بيحس ان هو خفيف، بيحس بريلاتيف ويتلسنس. ليه؟ لان الميه شايله الوزن بتاع البيشنت، ودي طبعا حاجه عظيمه. طيب الاماونت اوف ويتلسنس دي بتدبانز على ايه؟ بتدبانز على البرسنتج بتاعه البودي اللي تحت سطح الميه. يعني ايه الكلام العظيم ده؟ يعني لو انا عملت اميرجن لووتر على لحد مستوى النك زي ما احنا شايفين كده، حد مستوى السي 7، يعني البيشنت بتاعي واقف في ميه، المية موجودة عنده لحد ايه؟ لحد السي 7، يعني اغلب جسمه جوه المية. دي حاجة عظيمة. ليه؟ هتقلل لي الويت بيرينج اللي نازل عندي على اللور اكستريميتي. هيوصل لكام تحميل على اللور اكستريميتي؟ 10% فقط لغير من البودي ويت هيبقى بيرينج على اللور بودي. وبالتالي كل ما انا زودت المية عندي وعملت اميرجن لجزء اكبر من الجسم، كل ما الويت بيرينج اللي نازل عندي على اللور اكستريميتي كان قليل جدا. عشان كده احنا بنقول الحاجات العمليات بتاعت الاي سي ال والعمليات بتاعت الهاب ريبليسمنت اللي فيها كومبريشن عالي، لو عملت اميرجن لجزء كبير من الجسم ده بيساعد عندي في تخفيف الويت بيرينج اللي نازل على الجوينتس دي. طيب تعالوا بقى نبص لو انا عملت اميرجن لحد الاكزايفويد بروستاس زي ما احنا شايفين كده، ده هيخلي الويت بيرينج اللي نازل على اللور اكستريميتي كام في الميه؟ 33%. طيب لو خليت بس الميه لحد مستوى الانتيريور سوبيريور الياك سباين، ده هيخلي الويت بيرينج اللي نازل على اللور لمب اكبر، هيوصل لحد كام؟
50% تحميل على اللور لم. وبالتالي كل ما زودت المستوى بتاع المية عندي كل ما قل عندي الويت بيرينج اللي نازل على اللور اكستريميتي. طيب كده احنا ساعدنا في الاكسرسايز. ممكن استخدم البوينتس زي ما احنا قلنا كريزيستد اكسرسايز كمان فور ماسل سترينثينج لما اعملها عكس اتجاه البوينتس يعني في اتجاه الجاذبيه الارضيه، لان احنا اتفقنا ان الاثنين عكس بعض. تعالوا كده نبص على اكزامبل نحط فيه الافكار بتاعتنا ازاي استخدم البوينتس كاسيستد وازاي استخدم البوينتس كريزيستد اكسرسايز. لو عندي بيشنت بيريكفر من سيرجيكال ريبير للروتيتور كاف ماسلز بتوع الشولدر، لو استخدمت الميه عندي في ان هي تساعد الجوينت انه يترفع لفوق، يعني البيشنت بتاعي يعمل لي 90% ابدكشن او 90% فليكشن 90 درجة ابدكشن او 90 درجة فليكشن، يعني يرفع لفوق الشولدر بتاعه مع اتجاه البوينسي عكس اتجاه الجاذبية الارضية، يبقى انا كده بساعد الجوينت ده ان هو ايه ان هو يترفع لفوق، وبالتالي الحركة عندي هتكون سهلة وهكون مستخدم للبوينسي كاسيستد اكسرسايز. طيب لو عملت العكس، لو عملت العكس عكس الحركة، بدل ما انا بطلع لفوق لا بنزل لتحت مع اتجاه الجاذبية الارضية يعني عكس اتجاه البوينسي، كده انا بستخدم البوينسي كريزيستد اكسرسايز. طيب تعالوا بقى نتكلم عن حاجة اسمها center of buoyancy. ولما نقول center of buoyancy اكيد جه على بالكم ان انتوا اخدتوا قبل كده كينيسولوجي وبايوميكانيكس، اكيد جه على بالكم حاجة اسمها center of gravity. هل في فرق ما بينهم الاثنين center of buoyancy و center of gravity؟ ده اللي احنا هنتكلم عنه دلوقتي. احنا خلاص متفقين لو انا عندي الجسم partially immersed in water وبالتالي هيكون في عندي two opposite forces، buoyancy طلع لفوق وgravity واخد الجسم لتحت. الreference point ان انا لما analyze عندي الافكت بتاعت الgravity على الجسم هي center of gravity، لكن الreference point for analyzing الافكت بتاع buoyancy على part من الجسم بتاعي لما بتكون جوه المية بسميها center of buoyancy. الاثنين تقريبا functionally similar لكن في اختلاف طفيف ما بينهم في اللوكيشن. احنا عارفين السنتر اوف جرافيتي موجود عندنا انتيريور للساكرال فيرتبري سكند ثيرد، لكن السنتر اوف بوينسي بيكون اللوكيشن بتاعه في الشست ريجون. طيب جميل، هيفرق معايا في ايه؟ والله التو اوبزيت فورسز دي لو كانوا equal to each other and opposite to each other at the same time الجسم بتاعي هيفضل متوازن جوه المية، مش هيبقى فيه اي حركة rotatory movement موجودة. لكن لو two forces دول ما كانوش equal وما كانوش aligned to each other يبقى كده اكيد هيبقى فيه عندي حركة وروتيشن جوه المية والجسم بتاعي هيكون unstable وممكن يكون potentially unbalanced. وعشان كده انا بستخدم البوينسي ديفايسز او الفلوتيشن ديفايسز اللي احنا بنسميها ادوات الطفو. ليه؟ علشان تساعد عندي البيشنت ان هو يكون بالانسد جوه المية، تخلي السنتر اوف بوينسي موجود جوه البيز اوف سبورت بتاعت البيشنت، وبالتالي بتمنتين عندي الابرايت بوزيشن ان البيشنت يفضل واقف جوه الميه وتمنع عندي اللوس اوف بالانس. احنا كل اللي احنا قلناه ده عشان نوصل للمعلومه الجميله دي ان احنا بنستخدم الفلوتيشن ديفايسز باشكالها المختلفه اللي احنا هنتكلم عنها ان شاء الله النهارده في المحاضره عشان تمنتين عندي البالانس وتساعد البيشنت ان هو يكون متوازن جوه الميه، especially البيشنتس اللي هم جداد على المية وما عندهمش البالانس الكافي ان هم يكونوا ستيبل انسايد ووتر. كده خلصنا اول خاصية عندي ميكانيكال وهي البوينسي. تعالوا نتكلم عن السبيسيفيك جرافيتي
specific gravity اللي هي related برضو للبوينسي. يعني ايه اصلا specific gravity؟ specific gravity معناها هي الراتيو بتاعة الobject density قد ايه بالضبط to the water density عند 4 درجات مئوية. قد ايه الدنسيتي بتاعه اي اوبجكت جوه الميه وليكن هيومن بينج ان ريليشن تو ووتر دنسيتي. طيب هي اصلا الووتر سبيسيفيك جرافيتي بتاعه الووتر كام؟ 1. جميل جدا. طب والسبيسيفيك جرافيتي بتاعه الهيومن بودي كام؟ زي ما انتم شايفين كده 0.974، يعني أقل من 1. عشان كده جسمنا بيطفو على سطح المية. ليه؟ علشان الدنسيتي بتاعته in comparison to water هي أقل. طيب تعالوا نشوف شوية أرقام. البيور ووتر زي ما احنا قلنا الspecific gravity بتاعته 1 صحيح. طب لو حطينا بقى شوية salt للمية، المية المالحة، هتخلي السبيسيفيك جرافيتي بتاعه الووتر تزيد عندي فوق الواحد، هتبقى تقريبا 1.024. طيب تعالوا بقى نبص على الافريج هيومن بودي زي ما احنا قلنا وصل لكام؟ اقل من الواحد، يعني كام؟ 0.974. طيب لو الفات عندي زيادة subcutaneous fat هيخلي لي السبيسيفيك جرافيتي عندي تقل اكتر وتوصل لكام؟ 85 من 100. طب جميل جدا. هنا في معلومتين احنا قلناه، معلومة ان salt water زودت عندي specific gravity بتاعة الووتر، وان الفات عندي قلل specific gravity بتاعة الهيومن بودي، وده طبعا لوجيك جدا. طيب تعالوا نحط شوية قواعد كده نمشي عليها. لو الدنسيتي بتاعت الاميرزد بودي less than الدنسيتي بتاعت الووتر زي ما احنا قلنا الجسم بتاعي هيطفو، لكن لو الدنسيتي بتاعت الاميرزد بودي كانت اكبر من الدنسيتي بتاعت الووتر وبالتالي الجسم ده هيحصل له ايه؟ less buoyancy، يعني هيبدأ ان هو يغطس جوه المية وبالتالي هيسنك inside water. طيب اكيد من مصلحتي ان انا اقلل الدنسيتي بتاعة الاوبجكت او بتاعة البودي. كل ما كانت الدنسيتي بتاعته اقل على وجه على سطح المية كل ما كان بيطفو بشكل افضل، وبالتالي خصائص الطفو عندي ممكن انا استخدمها في العلاج زي ما احنا اتكلمنا من شوية ان هي تقلل الويت بيرينج على الجوينتس وتساعد عندي في الاكسرسايز. طيب اقلل ازاي الدنسيتي بتاعة الجسم in comparison to water؟ بان انا ممكن ازود salt للمية، وبالتالي لو زودت salt للمية هترفع عندي الجسم وبالتالي هتساعد عندي في الطفو، وان انا اخلي البيشنت بتاعي يلبس flotation device ممكن تكون air filled object زي البلت مثلا او الفست بيلبسه علشان خاطر تخلي الدنسيتي بتاعته اقل من الووتر، تخففه على سطح المية وبالتالي الجسم بتاعي يفضل ايه؟ فلوتينج على سطح المية. تمام. اذا دول تو اوبشنز ممكن ان انا استخدمهم عشان اساعد عندي في البوينسي، ان انا اخلي المية بتاعتي تكون سولت، او ان انا البس البيشنت بتاعي اير فيلد اوبجكت زي اللايف جاكيت البلت البست الحاجات اللي احنا بنلبسها جوه البحر علشان خاطر تساعد عندي في الطفو وتخفف السبيسيفيك جرافيتي بتاعه الاوبجكت ان ريليشن تو ووتر. طيب اكيد اكيد كل ما زاد عندي الاير جوه اللنج كل ما كان البوينسي عندي هيزيد، دي حاجة لوجيك جدا. فالفولي انفليتد لونجز بيبقى فيها انكريزد للبوينسي، لكن الديفليتد لونجز بيكون البوينسي بتاعها ايه؟ اقل. طيب تعالوا نشوف شوية فاكتورز كده بيأثروا معايا.
البوينسي اكيد ليه علاقه بالكومبوزيشن بتاع البودي، واحنا اتكلمنا من شويه على الفات، وانه كل ما زاد الفات عندي وكان البيشنت عندي اوبيز ده معناها ايه؟ معناها ان السبيسيفيك جرافيتي عندي هتقل، وبالتالي الشخص ده هيطفو على سطح الكره، على سطح الميه اكتر. عشان كده الفيميلز دايما بيكون عندهم greater buoyancy عن الميلز، بيطفوا اكتر. ليه؟ لان الفات كونتنت بتاعهم بيكون اعلى، فبيساعد على الطفو ده. كمان البوينسي واستخداماته والفيميلز واستخداماتها او كخاصية للفيميل في السويمينج، بيقولوا ان هو الادفانتج يعني من الخاصية دي بالنسبة للفيميلز، ان تقريبا بيبقى فيه عندي لس 30% من الانرجي اكسبنديتشر في السباحة اكتر من الميلز، يعني ما بيتعبوش قوي هما بيسبحوا. ليه؟ علشان الفات كونتنت بتاعهم بيكون عالي، وبالتالي الطفو عندهم بيكون اكبر، وده طبعا بيخلي الانرجي اكسبنديتشر اللي هما بيبذلوها داخل المية بتكون اقل من الميلز. مش بس كده، ده كمان عندي وزن البونز نفسه كمان بيفرق. احنا عارفين طبعا ان اللور اكستريميتي بيكون فيها لارجر بونز عن الابر اكستريميتي، وبالتالي اتوقع جدا ان اللور اكستريميتي هتغطس في الميه، او عندها قابليه ان هي تغطس جوه الميه، لكن الابر اكستريميتي بيكون عنده خاصيه ان هو يكون فلوتينج على سطح الميه، وده طبعا لوجيك جدا. بنلاقي ايدينا بتترفع عادي في الميه، لكن الرجل بتنزل لتحت. ليه؟ علشان الكومبوزيشن بتاع البودي اللور اكستريميتيز فيها لارجر بونز، وبالتالي بيبقى فيه قابليه ليها ان هي ايه تسنك اكتر من الابر اكستريميتي. كده خلصنا تو بروبرتس ميكانيكال للووتر. اول حاجه كانت البوينسي، وتاني حاجه عندي كانت السبيسيفيك جرافيتي. تعالوا نتكلم على الهايدرو استاتيك بريشر، ومن اسمه بريشر، هيدرو يعني مية وستاتيك يعني ثابت، يعني بريشر بيفضل ثابت عندي طول ما انا جوه المية. تعالوا ناخد ديفينيشن كده حلو ليها. الهيدروستاتيك بريشر هو بريشر اكزيرتد باي ووتر اون بودي اميرسد جوه الووتر. طول ما الجسم بتاعي جوه المية، دايما المية بتعمل ايه؟ بتعمل ضغط على اجزاء الجسم المختلفة. الضغط اللي جاي عندي من المية على اجزاء الجسم بتاعتي بسميه hydrostatic pressure. وهنا بما ان احنا بنتكلم على بريشر، يبقى لازم نتكلم على باسكالز لو، اللي بيقول عندي ان البريشر of liquid is exerted equally on an object at a given depth. طيب جميل. ال object will experience pressure that is proportional لل depth بتاع ال immersion. كل ما انا غطست في المية اكتر، يعني كل ما دخلت جوه المية وكنت more deeper او deeper the immersion، كل ما دخلت جوه المية كل ما ال hydrostatic pressure عندي زاد جوه المية، يعني البريشر اللي بيضغط على اجزاء الجسم عندي هيزيد كل ما تعمقت داخل المية. زي ما احنا شايفين كده الاميرجن دبث كل ما زاد عندي، كل ما تعمقت اكتر، زي ما انتم شايفين كده الهيدروستاتيك بريشر بيحصل ايه؟ بيزيد عندي، زي ما احنا شايفين الارقام بتزيد عندنا من 0 ل 112 تقريبا. اقدر استخدم الخاصيه دي في العلاج؟ اقدر استخدمها. اتوقع ان انا لو عملت اميرجن لبيرسون وكان واقف عندي جوه البول على مستوى الميه عنده واصله لمستوى النك، زي ما احنا شايفين البيشنت اللي قدامي كده، اتوقع ان البريشر عندي على مستوى الفوت اكيد هيبقى اكبر بكتير من البريشر اللي موجود عندي فوق على مستوى الايه الابر لمب، تمام، او انك ليه؟ لان احنا كل ما بننزل لتحت كل ما البريشر بيزيد، عشان كده شايفين الاسهم بتاعتنا اغمق في
ديستالي على مستوى الايه، على مستوى الفيت، وبالتالي البريشر موجود عندي على مستوى الفيت بيكون اكتر من البريشر الموجود عندي على الشولدر او على الترانك. مش بس كده، ده انا اكون متوقع ان كل ما البيشنت بتاعي عمل الاكسرسايز بتاعه قريب من السيرفيس اوف ووتر كل ما كان الاكسرسايز اسهل. ليه؟ لان الهيدروستاتيك بريشر فوق بيكون قليل، لكن كل ما نزلت وعملت الاكسرسايز بتاعي ديبر جوه الميه كل ما توقع ان الاكسرسايز بتاعي هيكون اصعب. ليه؟ عشان الهيدروستاتيك بريشر عندي هيكون اكبر. الخاصية دي حلوة جدا لما بيبقى عندي اوديما على مستوى اللور لمب. اوديما على مستوى اللور لمب زي الكيس مثلا اللي احنا عارفينها، هي اللمفوديما، اوديما كوزد باي لمفاتيك انسفشنسي. ايه اللي بيحصل عندي؟ بيبقى في عندي اوديما على مستوى اللور لمب. الهيدروستاتيك بريشر زي ما احنا قلنا على مستوى اللور لمب بيكون اكبر بكتير على مستوى الشولدر او الترانك، وبالتالي هيساعد عندي الضغط اللي موجود من المية، الضغط على اجزاء الجسم عندي هيعمل لي كومبريشن، هيساعد عندي في الاوديما كنترول، هيعمل لي فينوس ريتيرن انكارجمنت، وبالتالي هيسنترلايز عندي البريفرال بلاد فلو، يطلع عندي من الديستال مع الكومبريشن يوصل للبروكسيمال، يحصل عندي سنترلايزيشن البريفرال بلاد فلو من اللور اكستريميتي، وبالتالي الاوديما عندي كوزد باي فينوس او ليمفاتيك انسفشنسي بتتحسن. ودي حاجه حلوه جدا كلينيكلي ممكن ان انا استخدمها في العلاج لما بيبقى عندي ديستال اوديما. استخدام الخاصيه بتاعه الهيدروستاتيك بريشر الزياده اللي بيبقى موجود على مستوى ديستلي على مستوى الفيت اكتر من على مستوى الشولدر او الترنك ممكن استخدمه في الاوديما كنترول. رابع بروبرتي ميكانيكال موجوده عندي في الميه بسميها دراج فورس. دراج فورس، اذا لازم اتكلم على الفورسز اصلا اللي موجوده عندي. وما ان احنا بنتكلم على الدراج فورس بنتكلم ميكانيكال، فاحنا هنقول ان الهيدروميكانيكس هي عبارة عن ايه؟ الموفمنت جوه المية، وانا بتحرك جوه المية بيبقى عندي 3 مين فورسز موجودين. عندي الحركة بتاعتي جوه المية، في اتجاه الحركة بتاعتي بتواجهني ريزيستنس وفورس موجودة عندي وانا طالع لقدام بسميها فرونتال ريزيستنس، وفورس تانية اكبر بتسحبني الى الخلف وبسميها دراج فورس، تمام؟ عكس الايه؟ الفرونتال ريزيستنس. هوريزونتالي بيبقى في عندي لامينر فلو. لامينر يعني لاينز، هوريزونتالي على مستوى الجسم، هوريزونتال بيبقى في عندي لامينر فلو. فانا عندي 3 مين فورسز. الفورس الاولانيه هي الفرونتال ريزيستنس، ودي بتبقى موجودة علشان الحركة بتاعة الجسم encountered initially as the body moves through the water بتعمل لي طبعا positive pressure. الدراج فورس بتكون بتعمل لي resistance للحركة بتاعة الobject inside water، ودي طبعا بتكون parallel زي ما احنا قلنا للdirection بتاعة الموفمنت وفي الopposite direction، وبتكون اكبر من resistance الفرونتال. وايه اللي بيحصل عندي؟ doubling لو انا زودت عندي الvelocity بتاعة الحركة وسرعتي وانا ماشي جوه المية، كل ما الدراج فورس بقت عندي 4 أضعاف، يعني أضاعف الفلوستي مرتين تزود عندي الدراج فورس 4 أضعاف الماجنتيود بتاعة الايه؟ بتاعة الحركة. طيب جميل، تالت فورس عندي هي ايه؟ هي اللامينر فلو زي ما احنا قلنا، هي هوريزونتال فلو للووتر passing over the body part in motion that creates drag. طيب قلنا اخر حاجه عندي هي اللامينر فلو، زي ما احنا شايفين هوريزونتالي كده بيبقى في عندي ايه؟ لامينر فلو حوالين الجسم بتاعي. اللامينر فلو ده بيسموه برضو ستريم لاين فلو، وده بيبقى عباره عن ايه؟ عباره عن سموث باث للفلويد
او معنى اخر ان اللي بيحصل ليه بيحصل لما بيبقى في عندي each particle of a fluid follow a smooth path without اي crossover للباث زي ما احنا شايفين في one direction horizontally. حوالين اللامينر فلو ده بيبقى في عندي فلو بشكل ايدي او بشكل دائري زي ما احنا شايفينه, هو حاجة بتكون small flow, وده بسميه turbulent flow الدوامة. وطبعا احنا كلنا عارفين الدوامة بتاعت المية زي ما احنا شايفين كده بتكون عبارة عن ايه, small whirlpool like circles موجودة عندي زي بالظبط الايدي كورنت اللي انتوا بتاخدوه في الالكترو بنسميه ايدز او ايدي كورنت, بتكون حوالين ايه, حوالين اللامينر فلو. فانا عندي ستريم لاين او لامينر فلو زي ما احنا شايفين كده سموث باث موجود عندي هوريزونتالي, وفي عندي سيركولر كمان موفمنت وبيسميها ايه تيربولنت فلو. والتيربولنت فلو ده مهم جدا ان هو السيركلز اللي موجوده حوالين الجسم دي بتعمل لي ميكانيكال استيميليشن. احنا عارفين طبعا ميكانيكال استيميليشن ده مهم جدا في ان هو يعمل لي بين ريدكشن زي ما انتوا فاكرين قبل كده الجيت كنترول ثيوري قلنا الميكانيكال استيميليشن ده حلو قوي ان هو يساعد عندي في البين ريدكشن. كده خلصنا الجزء الثاني في البروبيرتس اللي هو احنا كنا بنسميه الميكانيكال بروبيرتس. تعالوا بقى نتكلم على البروبيرتس الانترنال او الانترنسيك بروبيرتس بتاعه الووتر. الميه داخليا فيها خاصيه الزوجه وخاصيه الريزيستنس. يعني ايه فيسكوستي اصلا؟ فيسكوستي يعني هي فراكشنال ريزيستنس كوزد باي كوهيسيف او اتراكتيف فورسز موجوده ما بين المولكيولز بتاعه الليكويد. جميل جدا. طيب مع العلاج بتاعي بكون حاطط في البلان ان البيشنت بتاعي جراديولي بحركه من الاسيستنس بعد ما كان بديله assisted exercise وبساعده في العلاج. اكيد مع البروجرس بتاعه بدخله في مرحلة التقوية, وببقى محتاج في التقوية ان انا ازود عندي الريزيستنس بتاعة الجسم بتاعي. طيب ازود الريزيستنس دي ازاي؟ ازاي ادخل العيان بتاعي في ليفل اعلى وازود الريزيستنس؟ عندي two methods ممكن ان انا استخدمهم جوه المية. الميثود الاولاني هي عبارة عن ان انا ازود السرعة بتاعة الحركة. كل ما كانت السرعة عندي في المية اسرع كل ما كانت الريزيستنس اعلى, يعني السترينث بتاعي هيكون اكتر. وبالتالي لو عايز ادخل البيشنت بتاعي في سترينثينج بروجرام ازود السرعة, كل ما زودت السرعة كل ما الريزيستنس عندي هتزيد اكتر. طيب ايه كمان تاني حاجة عندي؟ ان انا ازود الليفر ارم, ازود الليفر ارم اللينث بتاع الليفر ارم بتاعي او الفرونتال سيرفيس اريا, السيرفيس اريا الفرونتال على سطح المية. كل ما زادت الفرونتال اريا كل ما زادت عندي الريزيستنس وكان عندي مور سترينثينج. وبالتالي لو عايز اساعد في تقوية البيشنت بتاعي جوه المية هلبسه في رجله حاجة اسمها فنز, هنتكلم عنها النهاردة بالتفصيل. وممكن كمان ألبسه في إيده حاجة اسمها بادلز, والبادلز الموجودة في الإيد والفنز الموجودة عندي في اللور لمب هتزود لي الليفر أرم بتاع البيشنت, هتزود الفرونتال سيرفيس إيريا, وبالتالي الريزيستنس عندي هتكون أعلى. طيب exercise training in aquatic environment باستخدام خاصية الفيسكوستي وخاصية الريزيستنس هتزود عندي ايه؟ هتزود عندي المصل strength بتاع البيشنت, هتزود عندي كمان الفانكشن بتاعة الكارديوفاسكولار سيستم, وهتزود عندي ال VO2 maximum. كده خلصنا البروبيرتس اوف ووتر. تعالوا بقى نتكلم عن الفسيولوجيكال
and therapeutic effects of hydrotherapy. الخصائص الحلوة اللي احنا قلناها سواء كانت thermal أو mechanical أو intrinsic إزاي بتعمل لي effects physiologically على مستوى جسم الإنسان وإزاي أقدر أن أنا أستخدمها في العلاج بتاعي. تفتكروا المية عندي بتعمل إيه على مستوى جسم الإنسان؟ ناخدهم كده سيستم سيستم، فكروا معايا قد ايه المية بتساعد السيستمز دي او بتأفكت السيستمز دي. تفتكروا تأثير المية على المسكول سكيلتال بيكون عامل ازاي، كاردو فاسكولار عامل ازاي، ريسبيراتوري عامل ازاي، سايكولوجيكالي عامل ازاي. هنقسم الفيسيولوجيكال وي ثيرابيوتيك افكتس اوف هيدروثيرابي لعشر اجزاء. الافكت الاولاني هو ثيرمال وهيمودايناميكس زي ما احنا اخدناه بالتفصيل قبل كده، تاثير الحراره والسيركوليشن، افكت بتاع الووتر لما بنضيف بروده او بنضيف حراره للميه، ايه هي thermal and hemodynamic effects. تاني حاجة المية بتساعد عندي في تطهير الجروح cleansing effects، كمان بتساعد عندي cardiovascular, respiratory, renal, musculoskeletal, neurological, psychological، في pregnancy ممكن كمان تساعد، وفي كبار السن وامراض الشيخوخة ليها تأثير على امراض الشيخوخة. نبدأ بthermal and hemodynamic effect of water. خلاص احنا عارفين طبعا من قبل كده ان الوارم ووتر بيعمل لي فازو دايليتيشن والكول ووتر بيعمل لي فازو كونستراكشن، ده على مستوى الجزء اللي احنا حاطين عليه وارم ووتر او كولد ووتر. اما على مستوى الجسم كله بيحصل عندي سيستميك افكت على مستوى الجسم كله. تقسيم درجات الحرارة عندي بيكون زي ما احنا شايفين كده على حسب درجة الحرارة. فلو كانت درجة الحرارة عندي بتاعة الووتر ما بين درجة ل 13 درجة بسمي ده very cold، وده طبعا مش بستخدمه زي ما احنا قلنا قبل كده في العلاج، لان هو ممكن يعمل لي ايه، يعمل لي cold induced دامج للتشوز، وبالتالي انا مش بستخدمه عندي في الامرجن بتاع الهيدروثيرابي. تاني سكشن عندي من 14 درجة مئوية لحد 18 درجة مئوية، والسكشن ده بسميه cold water. cold water لو زادت درجة الحرارة شوية من 19 درجة مئوية ل 26 درجة مئوية بسميه cool water، والفيري كولد والكولد والكول كلهم بيعملوا لي فازو كونستريكشن وليهم انالجيسيك افكت وانثيتيك كمان افكت زي ما احنا اتكلمنا قبل كده في الفيسيولوجيكال افكتس اوف كولد. ولما هنيجي على الواير لبول بقى واستخداماتهم هنقول ده ممكن استخدمه كلينيكالي على العيان بتاعي في امراض ايه بالظبط. فالسلايد دي هنرجع نزود عليها شويه حاجات لما ندخل في الايه الواير بول. طيب السكشن عندنا اللي بعد كده من 27 درجة مئوية ل 32 درجة مئوية، وهنا بسمي السكشن ده تبد ووتر، المية الفترة. والمية الفترة بتكون من 27 32 درجة زي ما احنا قلنا، لو زادت شوية وبقت من 33 لحد 35 درجة مئوية بسميها نيوترال ووتر. والتبد ووتر والنيوترال ووتر حلوين جدا في ان انا اعمل بول اكسرسايز، يعني دي الدرجة المثلى عندي لو بعمل تمرين جوه المية عادي جدا من غير برودة او حرارة، بيكون دي افضل درجة عندي بتعمل لي افكت حلو جدا على التشوز بتاعتي من غير ما يبقى في عندي اي لوس للبودي هيت او تشينج في الكور تمبرتشر بتاعة الجسم. تزيد درجة الحرارة معانا اكتر من 36 درجة مئوية ل 37 درجة مئوية وبسميها warm water، ولو زودت اكتر من 38 درجة مئوية ل 40 درجة مئوية بيكون عندي الرينج ده hot water، لو زاد اكتر واكتر من 41 درجة مئوية ل 43 درجة مئوية بسميها very hot. طب جميل، الwarm والhot والvery hot
ليهم تأثير على الجسم أو ليهم تأثير. الورم و الهوت ووتر ليهم vasodilation effect, analgesic effect and relaxant effect. والفري هوت ليهم نفس التأثير لكن ممكن يدخلوني في ايه, rapid fatigue and overheating. فلو هستخدمه هستخدم الجزء ده في درجات الحرارة عندي, أكون واخد بالي من الوقت اللي معرض لي العيان بتاعي للهوت ووتر أو الفري هوت ووتر. مينفعش يبقى كبير ومينفعش يكون على أريا كبيرة في الجسم, وبالتالي مينفعش أستخدمه أبدا في حاجة زي بول اكسرسايز. لا, أنا ممكن أستخدمه في واير البول على تانك صغير لدرجة لوقت محدد وعلى أريا محددة للجسم لو أنا استخدمته في العلاج. نقول تاني, عندنا عندي very cold, cold and cool water. دول السكشن الأولاني, تبد and neutral الاتنين دول بستخدمهم في البول اكسرسايز, وعندي warm و hot و very hot. تاني افكت عندي بتعمله الهيدروثيرابي هو الكلينسينج افكت, تطهير الجروح. ايوه, الميه عندي حلوه جدا في ان هي تعمل لي هيلينج للوندز. ممكن يكون الوند ده دايبيتس مليتس, سببه دايبيتس مليتس, ممكن يكون بريشر فاسكولار انسفيشنسي ووند. طبعا احنا عارفين الجروح اللي بتيجي عندي نتيجه الضغط على الضغط اللي موجود من جسم الانسان على السطح اللي هو قاعد عليه, زي البريشر سورس اللي بتيجي, قرح الفراش اللي بتيجي عندي للبيشنتس اللي بيقعدوا لفتره طويله في السرير. بيبقى البونز البروميننت بون ده بيعمل لي كومبريشن على السطح اللي موجود عليه او البلنس او السرير اللي هو موجود عليه, فبيعمل لي بريشر ألسر. ممكن تكون الوونز دي فاسكولار, نتيجه فاسكولار انسفيشنسي, او ممكن تكون بيرن. كل انواع الجروح دي الووتر عندي والهيدروثيرابي ممكن ان انا استخدمه عشان يعمل لي تنظيف ديبريدمنت للنيكروتيك تيشو وريموفال للاكسوجينس ووند ديبرس او الفضلات اللي موجوده عندي في الوونز زي ما احنا شايفين كده. وافضل حاجه ممكن احنا نستخدمها للبيشنت ده هنتكلم عنه ان شاء الله في اخر المحاضره, البلسد لافاج وذ ساكشن. ده بيساعد عندي في الديبريتمنت, وبالتالي الووتر عندي ممكن انا استخدمه في تطهير الجروح. تاثير الووتر بتاعي على حسب انا بستخدم الميثود بتاعتي, هل هي emergent تكنيك, يعني بحط البودي او الجزء اللي فيه ووند ده جوه الميه, وبالتالي لو حطيته جوه الميه ايه اللي هيحصل, هيزيد الهيدروستاتيك بريشر زي ما احنا قلنا, وده هيزود لي السيركوليشن, سبيشالي لو في عندي وورم ووتر هتزود السيركوليشن عندي, فهتروح سيركوليشن بتزيد, يعني اكسجين سبلاي حلو رايح للتيشوز, ويست برودكتس بتخرج من التيشوز, وبالتالي هتساعد عندي في الووند هيلينج. ده لو انا استخدمته كإمرجن هيدروثيرابي. لكن لو نان إمرجن هيدروثيرابي زي ما احنا شفنا من شوية زي الباصد لافاج وذ ساكشن, ده هيعمل لي كلينسينج في ان هو يعمل لي سوفتنينج للنكروتك تيشو ويرموف عندي اي فضلات موجودة, وبالتالي البكتيريال لود هيقل عندي والبارير تو إبيثاليزيشن هيقل, فبالتالي يحصل عندي ريجنراليزيشن وهيحصل عندي ووند هيلينج للجرح اللي موجود عندي. فانا عندي ممكن استخدم الاميرجن ميثود او النون اميرجن, الاثنين في الاخر بيساعدوا لي على الووند هيلينج. ثالث افكت عندي هو كارديوفاسكولار افكت, تاثير الووتر على الكارديوفاسكولار سيستم. الووتر بيعمل ايه, بيزود لي الفينوس سيركوليشن, واحنا اتكلمنا هيدروستاتيك بريشر, بيساعد عندي في الفينوس ريتيرن, وبالتالي ابقى متوقع ان الفينوس سيركوليشن عندي هتزيد. كمان هيعمل لي ايه, هيزود الكاردياك فوليوم, الفوليوم بتاع عضله القلب, والكاردياك اوتبوت اللي طالع عندي من اللفت فنتريكل هيزيد. فتلات حاجات بيزيدوا عندي كارديوفاسكولار, الفينوس سيركوليشن نتيجه الهيدروستاتيك بريشر العالي, الكاردياك فوليوم, والكاردياك اوتبوت. ايه بقى بيقل عندي, تلات حاجات برضو, بيقل الهارت ريت, وبيقل السيستوليك بلد بريشر, وبالتالي لو عيان عنده هايبرتنشن
الهيدروثيرابي والسباحة بتساعد في الريدكشن بتاع السيستوليك بلاد بريشر وبتقلل الضغط. كمان بتعمل ايه؟ بتقلل لي الريت اوف اكسجين ابتيك الفي او 2 ماكس ريسبونس تو اكسرسايز. يعني الاكسجين سبلاي اللي رايح عندي للتيشوز بيزيد، لكن استهلاكي للاكسجين وانا جوه الاكسرسايز بيكون عندي قليل. طيب في الجزء ده بما ان احنا شايفين عندنا كذا variable بيختلفوا عندي في الجسم، وهنتكلم بعد شوية على كمان الافكت respiratory. فانا لما باجي اعمل عندي احدد الانتنسيتي بتاعت الاكسرسايز بتاعي جوه المية، مش بعتمد بس على الهارت ريت كإنديكيتور ان انا احط الانتنسيتي، لا ده انا مع البيشن ده بعمل مونيتورينج لي البرسيفد اكسرجن قد ايه بالظبط انتنسيتي هو محتاجها ريليتد للسيستمز اللي موجوده عنده، قد ايه كفاءه العضله بتاعه القلب، وقد ايه الريسبيراتوري فانكشن بتاعته عامله ازاي، عشان احدد للبيشنت ده الانتنسيتي والدرجه المناسبه للاكسرسايز بتاعه جوه الميه. ف انا بمونيتور عندي الهارت ريت، بس مش الهارت ريت لوحده، بقى في عندي تيرم اوسع من كده هو تيرم البرسيفد اكسرشن. تعالوا كده على الرسم نراجع مع بعض الافكت بتاع الهيدروثيرابي اون كارديو فاسكولار سيستم. زي ما احنا قلنا الهيدروستاتيك بريشر بيزيد، وبالتالي بيدسبليس عندي الفينوس بلاد بروكسيمالي من الديستال يوصل عندي بروكسيمال، ده هيزود عندي الكاردياك فوليوم، وبالتالي الستروك فوليوم عندي هتزيد، و الكاردياك اوتبوت اللي خارج عندي من العضله بتاعه القلب هيزيد. رابع افكت عندي هو الريسبيراتوري، يعني على مستوى التنفس. ببساطه جدا الناس اللي بتنزل حمام سباحه وبتمارس السباحه بشكل منتظم، اخبار التنفس عندهم بيبقى عامل ازاي؟ بيتحسن جدا 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 جدا. واحد من فوائد السباحه هو الريسبيراتوري فانكشن والبريذنج افكت اللي بيحصل نتيجه السباحه. طب بتعمل لي ايه بقى السباحه على الريسبيراتوري سيستم؟ بتقلل لي الفايتال كاباسيتي. يعني ايه فايتال كاباسيتي؟ هي الماكسيمم اماونت اوف اير البيرسون ده بيقدر ان هو يطلعه من اللنج بعد ما ياخد ماكسيمم انهاليشن، يعني بعد ما ياخد نفس عميق، اعلى نفس عميق. قد ايه كميه الهواء اللي بيطلع بعد كده في الاكسبيريشن وفي الزفير بتاعه، الماكسيمم اماونت اوف اكسبيريشن ده اللي احنا بنسميه الفايتال كاباسيتي. طيب الهيدروثيرابي بيعمل ايه؟ بيقلل لي الفايتال كاباسيتي، كمان بيعمل لي ريدكشن للاكسرسايز انديوزد ازما. والاكسرسايز انديوزد ازما دي بتبقى ازمه بتيجي نتيجه الاكسرسايز، تمام؟ السباحه بتقلل لي الازمه اللي بتيجي نتيجه اكسرسايز. كمان بتعمل لي ايه؟ بتزود الورك اوف بريذنج بتاعه الشخص، بنلاقيه بينهك مع السباحه. وطبعا الناس اللي بتنزل حمام سباحه عارفه الكلام ده كويس قوي. بتامبروف عندي الريسبيراتوري فانكشن بتاعه البيشنت، especially البيشنت اللي عندهم كرونيك اوبستراكتيف بالمونري ديزيز COPD patients، بتحسن عندهم respiratory function جدا، وبالتالي البيشنتس دول بيتحسنوا مع الهيدروثيرابي. كل الديزيز اللي احنا بنقولها دي عناوين للبروجكتس بتاعتنا اللي احنا ممكن نابلاي بيها الافكت بتاع الهيدروثيرابي. نعمل بحث على الافكت بتاع الهيدروثيرابي على سي او بي دي، نعمل بحث على الافكت بتاع الهيدروثيرابي على الاكسرسايز انديوزد ازما، اتكلمنا من شويه على الكارديو فاسكولار سيستم وعلى الووند هيلينج، واتكلمنا في البدايه على الافكت سيركلاتوري عامل ازاي. كل دي عناوين ابحاث، وطول ما احنا ماشيين النهارده في المحاضره هتلاقوا توبكس حلوه جدا ممكن ان احنا نعمل عليها بحث ونطبق فيه الافكت بتاع الهيدروثيرابي على مختلف السيستمز بتاعه الجسم. طيب تاني بقى نقول مع بعض الافكت ريسبيراتوري عامل ازاي.
الهيدروستاتيك بريشر بيزيد عندي مع الهيدروثيرابي، وبالتالي لما بيزيد عندي الضغط بتاع المية على جسم الإنسان بيعمل لي إيه؟ بيروح على مستوى الشست وول يعمل لي كومبريشن لجوه، وبالتالي بيقلل لي الفايتال كاباسيتي زي ما احنا قلنا من شوية، وده هيعمل لي إيه؟ هيزود لي الورك أوف بريذنج. طيب في كمان افكت الهيدروستاتيك بريشر عندي لما بيزيد بيروح عندي يزود لي السيركولاتوري فوليوم او السيركليشن في الشست كافيتي، وده لما هيزيد عندي السيركليشن على مستوى الشست هيزود لي الورك اوف بريذنج. طيب جميل، قلنا ان الميه بتعمل ايه؟ بتقلل لي الاكسرسايز انديوسد اذما. ليه؟ علشان الهاي هيوميديتي اوف اير واستخدام المية في علاج الأزمة اللي ممكن انها تنتج نتيجة الاكسرسايز. خامس افكت عندي هو رينال افكت. الهيدروثيرابي بيعمل ايه؟ بيزود عندي اليورين اوتبوت او دياريسز. عشان كده البيشنس اللي هم والناس اللي بتنزل حمام سباحة بعد فترة من الوقت بتبقى محتاجة ان هي تروح تعمل يورينيشن. ليه؟ لان الهيدروثيرابي بيزود عندي اليورين اوتبوت، كمان بيزود عندي الصوديوم والبوتاسيوم اكسرجن. ادي الافكت بتاع الهيدروثيرابي، بيزود عندي الهيدروستاتيك بريشر زي ما احنا شايفين. الهيدروستاتيك بريشر عندي لما بيزيد بيروح على مستوى الكدني، برضو بيزيد عندي الرينال بلاد فلو، ده بيروح يعمل لي ايه؟ بيزود عندي الصوديوم والبوتاسيوم في اليورين، وبالتالي بيقلل لي الأديمة، وده افكت حلو جدا. بنقول ليه بتقل الأديمة عندي؟ نتيجة زيادة الهيدروستاتيك بريشر اللي بيروح على مستوى الكدني يزوده ويعمل اكسكريشن للبوتاسيوم والصوديوم في اليورين. مش بس كده، ده زيادة كمان الهيدروستاتيك بريشر بتروح تزود عندي السنترال بلاد فوليوم زي ما احنا قلنا سنترالي، وبالتالي ده بيقلل عندي الانتي دايريتيك هرمونز الالدستيرون، وبالتالي اليورينيشن والدياريسز عندي بيكون زيادة. سادس افكت عندي بيزد كمان على اللي قبله ومهم جدا 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 في استخداماته للبيشنس اللي احنا بنقابلهم. اغلب البيشنس اللي احنا بنقابلهم بيكونوا عندهم مشاكل ماسكولوسكيليتال. هل الهيدروثيرابي بيساعد عندي ماسكولوسكيليتال؟ ده رائع في الماسكولوسكيليتال. اتكلمنا على البوينسي وان هو بيقلل الويت بيرينج على الجوينت زي ما احنا فاكرين، وده ممكن ان انا استخدمه في الديجنراتيف والتروماتيك ديزيز، زي مثلا عيانين اللي عندهم خشونه ركبه بيكون المفصل بتاع الركبه متهالك جدا، ليجامنتس انستابيليتي، كارتليج بريك داون. المشاكل دي كلها على مستوى الجوينت الميه بتعمل لي ايه؟ بتعمل لي طفو. الطفو ده بيقلل لي الويت بيرنج والكومبرسيف فورس اللي رايح على جوينت انفليمد ومتهالك وديجنريتيف خالص. طيب مش بس كده، ده كمان المية بتساعد عندي في الاسترينثينج، واحنا اتكلمنا على التيربولنس اللي موجود، الدوامات بتاعت المية حوالين الجسم وقد ايه ده بيسابورت الجسم بتاعي، واتكلمنا على الفيسكوستي والريزيستنس اللي بتزيد عندي كانترنسك بروبرتي للووتر اللي بقدر ان انا استخدمها في الاسترينثينج، وده بيساعد عندي بيشنتس كتير جدا ماسكولوسكيليتال او نيورو ماسكولر ديزيز، زي البيشنت مثلا اللي عنده فايبروميالجيا. والبيشنت اللي عنده فايبروميالجيا من اسمه كده بيبقى فيه عنده بين وتريجر بوينتس موجوده على الجسم كله، بيبقى عنده نقط كتير في الجسم فيها بين، تيجي تقول له ايدك اللي بتوجعك اكتر ولا رجلك، يقول لك ايدي ورجلي وظهري، كل مكان في تريجر بوينتس، ودول بيبقوا اكتر في الفيميلز اكتر من الميلز. البيشنتس دول عندهم بين في اماكن كتير في الجسم. الهيدروثيرابي والسباحه فور اكزامبل بتساعد جدا البيشنتس دول ان هي تقلل البين وتزود الرينج اوف موشن وتعمل لهم سترينثنج. كمان البيشنتس اللي عندهم مالتيبل سكليروزز
وفي المالتيبل سكلروزز بيبقى في عندي باتشنج افكت على مستوى البرين والسباينال كورد، بيكونوا افكتد. البيشنتس دول بيبقى عندهم مشاكل في المناعه وبيبقوا بشكل مستمر ممكن يحصل لهم مشاكل على مستوى البرين والسباينال كورد. ابر موتور نيورون ليجن بيكون بي ويكنس على حسب بقى الباتش دي ضربت عنده ابر لمب ولا لور لمب ولا ايه، بيبقوا عندهم مشاكل كتير لان هم برضو عندهم مشاكل في الاميونيتي وبتعمل لهم ويكنس على مستوى الجسم، وبالتالي ممكن انا استخدم الهيدروثيرابي في ان هي تعمل لي استرينثنج وان هي ترجع تاني كفاءه الماسكولوسكيليتال سيستم. البيشنتس اللي عندهم روماتويد ارثرايتس برضو بيبقى عندهم مشاكل اوتو اميون ديزيز وبتعمل لهم ويكنس، وممكن ان انا استخدم مع البيشنتس دول الهيدروثيرابي نتيجة الإفكت بتاع الهيدروثيرابي على الماسكولوسكيليتال سيستم، سبيشلي لو ضفت لي كرايو أو ضفت لي ثيرمو على حسب الستيج بتاعة البيشنت بتاعي. ماسكولوسكيليتال سيستم الهيدروثيرابي بيأفكت عندي البون دنستي لوس، والبيشنت اللي عندهم أوستيوبروسيس أو هشاشة عظام لأ ده الاكسرسايز ان ووتر بتروح تطلع الكالسيوم من البلد تروح تودي للمفاصل وللبونز بتاعت البيشنت، وبالتالي بتحسن عندي البون دنستي. كمان بتزود الماسكولر بلد فلو، بتعمل لي ريلاكسيشن، فاكرين المسل سبازم سايكل او البين سايكل، اتفقنا ان البين عندي لو قل السبازم عندي هيقل الليميتيشن بتاع رينج اوف موشن هيتحسن، هيزيد عندي رينج اوف موشن وهتزيد عندي الفانكشن. كمان اتكلمنا عن البين كنترول من شويه واتكلمنا على الميكانيكال افكت والتيربلنس بتاعه الووتر حوالين الجسم، ده بيساعد عندي في البين ريدكشن. البيشنتس اللي عندهم الام مختلفه فور اكزامبل اللو باك بين، وقلنا الجيت كنترول ثيوري هو المين ميكانيزم عندي فور بين ريدكشن ان هيدروثيرابي. كمان الماسكولوسكيليتال بيحصل عندي اوديما كنترول، واحنا عارفين ان الاوديما عندي لو قلت بالتالي البين عندي هيقل، فلو استخدمنا الووتر عندي احنا قلنا ان احنا الهيدروستاتيك بريشر بيزيد وبالتالي الاوديما عندي بتقل، سبيشلي لو حطيت كمان اميرجن في كولد ووتر. نيورولوجيكالي المية عندي بتساعد النيورولوجيكال سيستم على حسب درجة الحرارة، والله لو كانت warm water هتعمل لي relaxation، لو cold water هتعمل لي stimulation وهتفوق لي البيشنت بتاعي. ممكن استخدمها نيورولوجيكالي عشان تزود البروبيوسبشن او احساسك بالمكان وبالسوري احساس البوزيشن، والبروبيوسبشن ده بيبقى جواه position sense و movement sense، احساسك بالوضع اللي انت فيه، درجة الرينج بتاعك بتاع الموشن بتاعك، المفصل عندك متني ولا مفرد، ده المفروض ده عبارة عن position sense. وكمان الحركة بتاعتك هل هي flexion extension، الاحساس ده احنا بنسميه proprioception. فالneurological effect عندي في الهيدروثيرابي واحدة من الحاجات اللي بتعملها المية هي ان هي بتزود عند البروبيوسبشن، بتزود عندنا الاحساس، بتزود عندنا البالانس جوه المية، وبنستخدمها للبيشنتس اللي عندهم امبالانس، المية بترجع لهم تاني التوازن. مع البيشنت النيورولوجيكال لما احنا بنقلل الويت بيرينج على الجوينت زي ما احنا قلنا البوينسي والإفكت بتاعها على الجوينت، ده بيبقى حلو جدا في ان هو سيف انفايرومنت البيشنت نيورولوجيكال، زي مثلا هيمي باريسس زي ما احنا شايفين كده، لما بيبقى في عندي ويكنس على مستوى نص جسم الانسان upper and lower، وليكن مثلا عندي هنا الرايت فور اكزامبل او الليفت هيمي باريسس ويكنس على مستوى الايد والرجل بتاعت البيشنت اليمين او الشمال. استخدام الووتر عندي في العلاج ممكن هو يساعد عندي البيشنتس دول في ان هم يبلد سترينث بشكل كويس، وكمان البروبيسبشن بتاعهم يتحسن والبالانس بتاعهم بيتحسن. دي مشاكل مهمه جدا بنلاقيها عند البيشنتس الابر موتور نيورون ليجن لما بيبقوا متعرضين لجلطه.
كمان الكوردينيشن والتوافق العضلي العصبي بيتحسن مع ايه؟ مع الهيدروثيرابي. وده جمال الهيدروثيرابي، شايفين لحد دلوقتي افكتس كتير جدا بتحصل مع بعض لنفس البيشنت، وده جمال الهيدروثيرابي في انه يشتغل على اكتر من سيستم at the same time. عشان كده رسول الله السلام قال علموا أولادكم السباحة، لأن هي فيها فعلا علاج للكثير من الأمراض، وبتساعد في استعادة الفانكشن بتاعة العديد من السيستمز. نيورولوجيكالي كمان بيحصل إيه؟ المية جوه سوري الووتر اكسرسايز بتعمل إيه؟ بتزود لي الستاتيك والديناميك بوشر، زي ما احنا شايفين كده الالاينمنت بتاع الجسم بتاعي بيتحسن، الجوينتس الالاينمنت على مستوى الجسم والريليشن شيب بتاعه الجوينتس ان ريليشن تو ايتش اذر بتتحسن. علشان كده بنلاقي البوشر بتاع الناس اللي هي بتنزل سباحه بشكل مستمر بيكون حلو جدا، القوام بتاعهم بيكون بيتحسن. وبنستخدمه مع البيشنتس اللي عندهم مشاكل في البوشر، ان احنا نرجع تاني البشرة الالاينمنت للوضع المثالي بتاعهم. كمان المية بتساعد عندي رينولوجيكالي في ان هي تقلل لي السباسيستي بتاعة المسلز، واحنا اتكلمنا قبل كده على السباسيستي والهايبرتونيسيتي الموجودة عندي في الابر موتور نيورون ليجن. السلو ريتميكال موفمنت اللي ممكن تحصل عندي جوه المية وممكن اعملها جوه المية مع الروتاتوري موشن اللي موجودة بتقلل لي السباسيستي بتاعة البيشنت. وهنتكلم عن البيشنتس دول بالتفصيل ان شاء الله لما نيجي بعد كده نتكلم على الاكواتيك ثيرابي. كمان المية بتعمل ايه؟ بتفاسيليتيت عندي الاراوزل في البيشنت اللي عندهم مثلا كوجنيتيف امبيرمنت. الناس دي مشاكل الادراك بشكل عام، المية بتساعد عندي في التنبيه وبتزود الاراوزل ليفل في البيشنت اللي عندهم كوجنيتيف امبيرمنت. سايكولوجيكالي بقى حدثوني عن جمال السباحة في ان هي تقلل لي الاسترس وتقلل لي الدبريشن وتزود لي الكونفيدنس وتقلل لي اي مشاكل فيها بعد نفسي عند البيشنت، ترجع للبيشنت موتيفيشن بتاعه والانرجي، وتحسن السايكولوجيكال والايموشنال اوتلوك بتاع البيشنت، وتخلي البيشنت بتاعي اللي عنده ارق يرجع تاني ينام بشكل منتظم. جمال السباحة سايكولوجيكالي لا مثيل له. في البريجنسي ممكن استخدم الهيدروثيرابي ان هو يقلل لي الويت بيرنج النازل على الجوينت، وبالتالي بعمل سترينثنج ورينج اوف موشن اكسرسايز بشكل سيف جدا للبريجننت وومن. كمان البريجننت وومن بيكون كومنلي بيحصل لهم اوديما، والهيدروثيرابي بيزود لي الهيدروستاتيك بريشر فبالتالي بيقلل لي الاوديما في البريجننت وومن. كمان برضو الهارت ريت قلنا ان هو بيقل عندي مع الاكسرسايز، وبالتالي لو احنا عارفين في بعض البريجننت وومن بيعانوا ان هم عندهم الهارت ريت بيكون زياده مع الحمل، وبالتالي الهيدروثيرابي هيقلل الزياده في الهارت ريت مع الاكسرسايز. كمان برضو بيقلل لي العرضه للماتيرنال هايبرثيرميا اللي بتحصل عندي للام، زياده درجه الحراره الموجوده عندها اللي ممكن هي توصل للجنين وتاذي الجنين. الهيدروثيرابي بيقلل الريسك اوف ماتيرنال هايبرثيرميا. كبار السن خير فئه نختم بيها الفيسيولوجيكال والثيرابيوتيك افكتس بتاعه الهيدروثيرابي. الميكس بقى اللي فات ده كله بيحسن عندي الفانكشن في كبار السن، زي ما احنا قلنا كارديوفاسكولار بيتحسن، بالانس بيتحسن، سترينث بيتحسن، فانكشن بتتحسن، موبيليتي بتتحسن، سايكولوجيكالي بتتحسن، وبالتالي الاكسرسايز لكبار السن ان ووتر ليها فوائد كتير جدا، وبتساعد عندي في different diseases خاصة بكبار السن. نعيد تاني مع بعض سريعا، ايه هي الفيسيولوجيكال اند ثيرابيوتيك افكتس اوف هيدروثيرابي؟ واحد ثيرمال هيمودايناميك افكت، كلانسينج افكت، كارديوفاسكولار ريسبيراتوري، رينال، ماسكولوسكيليتال، نيورولوجيكال، سايكولوجيكال، ان بريجننسي اند ان ايج ريليتد ديفيسيتس. تعالوا بقى نتكلم عن الكونترا انديكيشنز
of hydrotherapy. مين البيشنس اللي ممنوع ان انا اعمل لهم hydrotherapy؟ اول حاجة لو عندي عدم تحكم في البول والبرأس, fecal او bowel urinary او bladder incontinence, ده طبعا لو عملت hydrotherapy هيعمل لي danger of water contamination and infection. كمان لو عندي infectious disease ده هيبقى فيه عندي عرضة للسبريد بتاع الانفكشن. لو عندي uncontrolled epilepsy وصرع مش controlled عند البيشنت, ده هيبقى فيه عندي danger ان نوبات الصرع تزيد او السيجر يزيد عندي جوه السويمينج بول. كمان لو عندي هيموريج مع الاكسرسايز الهيموريج هيزيد وهيبقى فيه عندي risk of bleeding. لو عندي cardiac instability عدم توازن على مستوى الايه الكاردييك نتيجه مثلا عندي uncontrolled hypertension, ضغط عمال شويه يطلع وشويه ينزل uncontrolled, عندي heart failure, ما ينفعش ابدا ان انا اعمل immersion hydrotherapy واغطس العيان بتاعي في المية. ليه؟ لان عندي كفاءة القلب عندي مش كفاية ان هي تعمل لي cardiac hemostasis وتحافظ عندي على التوازن بتاع cardiovascular system, وبالتالي العيان بتاعي ممكن يتأذي جدا نتيجة الهيدروثيرابي, especially لو بعمل immersion hydrotherapy وبغطس العيان بتاعي في المية او بدخل كمان عنصر بقى الحرارة او عنصر البرودة زي ما احنا اتكلمنا قبل كده في الكونتراندكيشنز بتاعت الهيت والكونتراندكيشنز بتاعت الكرايو. احنا هنا برضو بنجمع الحاجات دي وبنحط عليهم كمان اكسرسايز انسايد ووتر. البيشنز زي ما احنا قلنا قبل كده الثرومبوفليبايتس ما ينفعش ابدا ان انا اعمل لهم هيدروثيرابي. ليه؟ لان في عندي ريسك ان يحصل عندي ديسلوجينج للبلود كلوت اللي موجوده وتروح عندي مع السيركليشن لفايتال اورجنز زي البرين وزي اللونج وزي الهارت, وبالتالي تاذي العيان بتاعي وتقضي عليه. كمان لو عندي ماسوريتد تيشوز سراوندينج الووند والووند عندي متهالك جدا وفي عندي ماسيريشن عالي في الووند, لا ده انا لو عملت ريبيتد اميرجن للبيشنت ده ممكن جدا ان هو يأذيه ويزود لي الماسيريشن بتاع الووند بتاعي وبالتالي تأذي البيشنتس. اللي فاتوا دول كلهم كانوا كونتراندكيشنز ما ينفعش ابدا ان انا اقرب للبيشنت بتاعي. في بقى بريكوشنز كتير احطها قدام عينيا على حسب انا بعمل اميرجن او نون اميرجن بارشال اور فول اميرجن, احطهم قدام عينيا وابقى مركز معاهم كويس قوي. مين هم الناس اللي هم اندر بريكوشنز؟ اول حاجه الناس اللي بتخاف من الميه. الناس اللي بتخاف من الميه بيبقى عندها بانيك اتاك لما بتشوف الميه, سبيشلي لما تيجي بقى تعمل لهم فول بودي اميرجن, لا ده بيبقى عنده مشكلة كبيرة جدا احطهم قدام عينيا لانه ممكن يحصل لهم مشاكل. لو عندي مشاكل confusion او impaired cognition والعيان بتاعه ادراكه مش كويس اخلي بالي. هو احنا عارفين الهيدروثيرابي بيحسن الادراك, لكن لو المشكلة عندي كبيرة فانا كده اكون متخيل ان البيشنت بتاعي مش هيقدر يريبورت اي مشكلة موجودة عنده, وبالتالي ممكن جدا يغرق بسهولة جدا وممكن ان هو يحصل له مشاكل ويتأذي ويبقى فيه عنده discomfort. الناس اللي عندهم sensory impairment زي الديابيتك بيشنت ممكن جدا يحصل لهم سكن دامج وبيرن, سبيشلي لو الووتر عندي مزود درجة الحرارة بتاعته وبستخدم الثيرمو هيدرو ثيرابي. كمان البيشنتس اللي عندهم مشاكل كبيرة بالمونري دول عندهم poor ability to resist الهيدروستاتيك بريشر العالي, وبالتالي مع الفول بودي اميرجن ممكن جدا يحصل لهم فيلير ويحصل لهم ريسبيراتوري ديسترس و يعني يتأذوا جامد نتيجة الهيدروثيرابي, فلازم أحطهم under precaution. كمان البيشنتس اللي عندهم مشاكل على مستوى السيركليشن impaired circulation زي البريفرال vascular disease diabetes أو arteriosclerosis, دول أخلي بالي كويس قوي أنه ممكن يحصل لهم burn وبالتالي ما زودش درجة الحرارة أبدا بتاعة المية عن 35 درجة مئوية مع البيشنتس دول. البيشنتس اللي هم الفيميلز البريجننت وومن
في اول 3 شهور اخلي بالي كويس جدا مع البريجننت وومن، ممكن جدا يحصل عندي فيتال تراتوجينيك افكت، ان البيشنت بتاعي او الفيتوس او الجنين جوه بطن الام ممكن جدا يحصل له تشوهات نتيجه الثيرمو هيدروثيرابي اللي موجود، سبيشيلي درجة الحرارة لما بتزيد عن 39 درجة مئوية ده بيحصل له تشوهات وبيأذي الفيتس جوه البطن. البيشنس اللي عندهم مالتيبل سكلروزز قلنا ان احنا ممكن نستخدم لهم الهيدروثيرابي في ان هو يحسن عندهم الكفاءه بتاعه الايه النيرفوس سيستم البرين والسباينال كورد، لكن نخلي بالنا من البيشنس دول بيبقى عندهم فتيج بشكل سريع، بيتعبوا مني بسرعه، فلازم اديهم ريست ان بتوين الاكسرسايز بروجرام اللي احنا بنديه لهم، ودرجه الحراره بتاعتهم نخلي بالنا ما نزودهاش ابدا بتاعه الميه عن 31 درجه مئويه، اكتر من كده هتاذي البيشنت بتوع المالتيبل سكليروزز. كمان البيشنتس اللي عندهم هايبر سنسيتيفيتي تو كولد، لو استخدمت الكرايو هيدروثيرابي ممكن يحصل لهم كولد كولد ارتكاريا زي ما احنا اتكلمنا قبل كده في البيشنتس اللي عندهم كولد ارتكاريا ممكن هي تزيد معايا. كمان الملاجنسي، لو عندي ملاجنسي ممكن جدا يحصل عندي ميتاستاسيس نتيجة increased blood flow especially لو بستخدم warm hydrotherapy او thermo hydrotherapy. البيشنتس اللي عندهم فيفر وارتفاع في درجة الحرارة، لا ده الورم ووتر عندي والسيركوليشن لما هتزيد ممكن تأذي البيشنتس دول، فلو العيان عنده فيفر باش ابدا ان انا اعمل له هيدرو ثيرابي او احطه اندر اوبزرفيشن. كمان برضو البيشنتس اللي هم عاملين لسه دلوقتي حالا ريسنت سكن جرافتس وعاملين ترقيع للسكن، الهيدروثيرابي فولوينج السكن جرافتس لو انا هستخدمه بعدها على طول لازم احط البيشنت بتاعي اندر بروكوشن. لو اكيوت انفلاميشن خلي بالي كويس قوي انا بعمل ايه، وخلي بالي ان انا ما استخدمش ورم او ووتر، ممكن استخدم كرايو اميرجن وكرايو هيدروثيرابي واحط البيشنت بتاعي برضو اندر بروكوشن. الاوديما خلي بالي كويس جدا لو انا بشتغل في الاوديما، لو هي موجوده عندي ما اعملش ابدا ثيرمو هيدروثيرابي للبيشنت بتاعي زي ما احنا اتكلمنا قبل كده. كده احنا اتكلمنا عن البريكوشنز واتكلمنا عن الكونترا انديكيشنز، تعالوا نتكلم على الادفيرس افكتس اللي ممكن هي تحصل عندي لو استخدمت الهيدروثيرابي بشكل خاطئ. ممكن البيشنت بتاعي يقع مني جوه حمام السباحه، سبيشال ان احنا بنتكلم مع بيشنتس مختلف الامراض، فلو هو عنده مشاكل في الماسكولوسكيلتر سيستم او النيورولوجيكال سيستم كارديوفاسكولار ممكن العيان بتاعي يقع بسهوله، فلازم احاطط العيان بتاعي يعني قدام عينيا وابقى حوالين العيان بتاعي علشان ما يحصلوش فولينج. كمان برضو ممكن جدا العيان بتاعي يهبط مني يحصل له فينتنج او يغرق وانا بشتغل معاه في الهيدروثيرابي، سبيشالي لو بشتغل بيه فول بودي اميرجن، وسبيشالي لو بستخدم كمان الثيرمو هيدروثيرابي ممكن هو يهبط مني نتيجه زياده السيركوليشن والبلاد فلو اللي بيزيد مع الهيدروثيرابي ثيرمو هيدروثيرابي، وبالتالي البيشنت بتاعي ممكن يغرق، فلازم ابقى واخد بالي كويس جدا من البيشنت وواخد كمان دورات في الانقاذ طالما انا هشتغل بالهيدروثيرابي. كمان ممكن البيشنت يبقى في عندي ريسك اوف انفكشن، لو في عندي ووند ومش عامل السيفتي ميجرز الكافيه ممكن يحصل انفكشن، والثلاث حاجات دول ما ينفعش ابدا ان هم يبقوا موجودين وانا شغال مع العيان بتاعي. ما ينفعش العيان يبقى جاي لي على رجله ويقع مني، ولا كمان يهبط مني ولا يغرق ولا ابدا يطلع من عندي بانفكشن. تعالوا بقى نتكلم على الجزء الاولاني عندنا، كنا بنتكلم على الاكواتيك بول اكسرسايز ثيرابي. لو انا العيان بتاعي جوه اكواتيك بول جوه حمام سباحه كبير، ايه هي الابلكيشن بروسيجر اللي انا بعملها مع البيشنت بتاعي؟ 15 خطوه بنمشي فيهم بالترتيب وانا بشتغل مع العيان بتاعي جوه الميه. اول حاجه اتشك البريكوشنز والكونترا انديكيشنز بتاعه البيشنت. تاني حاجه انظف كويس قوي البول ريجولار كير اند كلانسينج للثيرابيوتيك بول عشان امنع الانفكشن.
تالت حاجة السيفتي، مهمة جدا 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 جوه وحوالين حمام السباحة. الثيرابيست لازم ينزل مع البيشنت بتاعه جوه حمام السباحة، ما يبقاش واقف على الشط من فوق ويقول للبيشنت انزل لوحدك، او يديله انستراكشن مع نفسه اعمل كذا، ارفع ايدك ارفع رجلك، لا الكلام ده ينفعش خالص. لازم ينزل مع البيشنت بتاعنا، ولازم يبقى في حاجات تساعد البيشنت، ممكن تكون رامز ستيرز لادر ليفت تساعد البيشنت بتاعي ان هو يدخل جوه المية زي ما احنا شايفين كده. ممكن ان انا استخدم حاجات تساعد البيشنت لو مش قادر ان هو ينزل لوحده جوه المية، فبالتالي بدل ما اشيل البيشنت بتاعي بستخدم ادوات تدخل البيشنت بتاعي جوه المية. كمان الثيرابيست بتكون لابسة الباثينج سوت زي بالظبط البيشنت علشان البول اكسرسايز، وتساعدها ان هي تتعامل بشكل فري جوه المية. ادي الستيرز الموجودة عندنا، زي ما احنا قلنا لازم في عندي رامب البيشنت يمسك فيه ويقدر ان هو يساعد البيشنت بتاعي ان هو يعمل التمرين بتاعه، يكون في اسيستنس للبيشنت بتاعي. ادي الثيرابيست والبيشنت، وزي ما احنا قلنا في البول اكسرسايز ثيرابي لازم ننزل مع البيشنت بتاعنا. خامس خطوة عندي ان انا اختار درجة الحرارة المناسبة بتاعة المية. لو انا بشتغل ببول اكسرسايز عادية جدا من غير ما ابقى محتاج الفيسيولوجيكال ثيرابيوتيك افكت اوف كولد او ثيرموثيرابي، بستخدم درجة الحرارة بتاعتي من 27 درجة مئوية ل 35 درجة مئوية زي ما احنا اتكلمنا من شوية، اللي هي التبد والنيوترال ووتر. طيب لو جيت في الكرايو هيدروثيرابي وعايز استخدم الخصائص بتاعه الكولد او الكول ووتر، بخلي درجه الحراره عندي بتاعه الميه من 19 ل 26 درجه مئويه زي ما احنا قلنا من شويه. لو في الثيرمو هيدروثيرابي بستخدم وورم ووتر وبتكون درجه الحراره من 36 درجه مئويه ل 37 درجه مئويه، دي الانسب في استخدام الوورم ووتر لفتره طويله، ممكن هي توصل عندي لنص ساعة زي ما احنا هنتكلم عن الديوريشن بعد شوية. سادس خطوة موجودة عندي ان انا بشوف انا البيشنت بتاعي الووتر اميرجن ليفل قد ايه، الووتر ديبث اللي انا هستخدمه في العلاج، هل هو بارشيال ولا فول اميرجن، اغطسه بشكل كامل ولا جزء من البيشنت. سابع حاجة عندي ان انا استخدم الفلوتيشن ديفايس. فاكرين الفلوتيشن ديفايس اللي كانت بتساعد العيان بتاعي على الطفو لو عنده مشكلة في البالانس، بتعمل لي انلودنج وبتدي ماسكولر ريلاكسيشن في الحركة جوه المية، بتقلل عندي الاماونت اوف ورك اللي البيشنت محتاجه عشان يفضل طافي على سطح المية، وبالتالي هي مفيدة جدا للبيشنتس في بداية الهيدروثيرابي وللبيشنتس اللي عندهم مشاكل في البالانس، بتساعدهم على التوازن. مختلف الانواع بتاعه الاسيستيف ديفايسز، تعالوا كده نبص عليهم بالتفصيل. اول حاجه الفلوتس، والفلوتس او الرينجز دي زي ما احنا شايفين العوامه بابسط طرقها، في اشكال مختلفه للرينجز، ممكن استخدمها للابر لمب للور لمب للترونك، استخدمها حوالين الريجن اللي انا محتاجه علشان تساعد عندي في السبورت وترفع عندي البيشنت بتاعي واستخدمها في مساعدة العلاج. كمان ممكن انا استخدم ماتس especially مع الاطفال، بخلي الطفل جوه سطح المية بس بيكون على مات سجادة كده، بتكون فوم موجودة عندنا على سطح المية، بتساعد الاطفال بالتحديد ان هم يعملوا الاكسرسايز وما يخافوش من المية. كمان من الحاجات اللي انا بستخدمها كفلوتيشن ديفايسز هي الفلوتيشن بلت، حزام حوالين الظهر بيساعد عندي التمرين، وسبيشيلي لو التمرين ده اندر ووتر يعني جوه المية. من الحاجات اللي بتساعد عندي في الطفو الكولر، والكولر بيبقى حوالين الرقبة زي ما انتوا شايفين كده، بيخلي البيشنت هيد أبوف الووتر
بيساعد عندي ان البيشنت هيد تكون اباف الووتر، وبستخدمها مع تكنيكس هنتكلم عنها بعد شويه بيبقى اساسي فيها الكولر. الفوم نودلز، الفوم نودلز زي ما انتم شايفين كده بتبقى نودل فوم سهله جدا وخفيفه جدا ورخيصه كمان في السعر، يعني يدوب 35 جنيه، حاجات كده صغيره. لكن بهذا الفوم نودل ممكن اعمل مليون الف تمرين للكبار والصغار والشباب وكل مختلف الاعمار، للأبر لمب، للور لمب سبورت، ممكن استخدمها كمان ريزيستنس، ممكن تساعدني في الطفو، ممكن اعمل بيها كور سترينثينج وزود الاستابيليتي حوالين بتاعة الكور ماسلز، فتساعد عندي في البالانس وتخليني اتحرك بايدي ورجلي عادي جدا. مليون استخدام ممكن استخدم فيه الفوم نودلز، وهي من الحاجات الرائعة جدا 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 في العلاج، واللي انا ممكن استخدمها على حسب المكان اللي انا بستخدمها فيه، على حسب انا عايزها assistance ولا عايزها resistance، عايزها core strengthening ولا عايزها في حركة، عايزها aerobic، عايزها stretching، عايزها support على المية، اقوى ايروبكس ممكن تتعمل جوه الميه، مليون الف حاجه في مختلف الامراض ممكن انا استخدم بيها الفوم نودلز. ودي من الحاجات الجميله جدا، ودي برضو فكره من افكار البروجكتس اللي احنا ممكن نشتغل عليها، ايه هي التمارين الكتير اللي احنا ممكن نعملها بالفوم نودل. الفوم نودل في الهيدروثيرابي رائعه. كمان من الحاجات اللي احنا بنستخدمها كفلوتيشن ديفايس هي الفلوتيشن فيست، وزي ما انتم شايفين كده بيبقى فيست بيتلبس للبيشنت سبيشالي الاطفال، بيساعد الاطفال دول على الطفو. الكيك بوردز جميله جدا في الاسيستنس، ممكن استخدمها كمان ريزيستنس لو استخدمتها في دايركشن، هل انا مستخدمها مع الدايركشن بتاع البوينسي فتعمل لي اسيستنس ولا عكس البوينسي فتعمل لي ريزيستنس. ممكن اعمل بيها تمارين كتير جدا على حسب البيشنت بتاعي، هي سمبل جدا وفي نفس الوقت برضو ميثود ممكن استخدمها باشكال مختلفة. تاني الخطوة عندي ان انا لو عايز اعمل سترينثينج اختار نوع الريزيستد او الريزيستيف ديفايس اللي ممكن هو يساعد معايا في التمرين. مجموعه كبيره جدا من الريزيستيف ديفايسز ممكن استخدمها، الفنز اللي موجوده عندي في الانكل والفوت زي ما احنا قلنا من شويه بتزود لي الليفر ارم وبتزود لي ريزيستنس وبالتالي بتعمل لي سترينثينج. البادلز واللي بتستخدم عندي في الابر لمب زي ما احنا شايفين على مستوى الريست والهاند بتديني ريزيستنس على الريست والهاند وبتزود لي الليفر ارم وبالتالي بتزود عندي الريزيستنس. ممكن استخدم كمان هيدروتون بلز، ودي بتبقى موجودة كده زي ما انتم شايفين في الشكل في الابر لمب، بتساعد عندي على الريزيستنس وبتغير عندي في السترينث بتاع البيشنت. كمان ممكن استخدم بقى على مستوى البلت ويتد ووتر بلت يكون فيها وزن فتساعد عندي في الريزيستنس وتزود لي كمان الريزيستنس والسترينث على مستوى الباك. من الحاجات اللي بتعمل لي برضو تقوية للعضلات جوه المية هي الدمبلز، والدمبلز في ليها أشكال مختلفة ومليون تمرين ممكن أعمله مع الدمبلز. ممكن تكون راوند بالشكل العادي خالص أعمل بها تمارين مختلفة زي ما احنا شايفين، وممكن تكون تريانجولر زي ما احنا شايفين كده عندنا، والتريانجولر دمبلز بتكون بتديني ريزيستنس أعلى وسترينث أعلى. ممكن كمان استخدم ويبد جلوف حوالين الهاند ده بيزود عندي الريزيستنس. من الحاجات اللي بتزود الريزيستنس هي الانكل ويتس، الويتس عادي جدا بتتربط حوالين الانكل زي بالظبط الويتس العاديه خالص اللي احنا بنعملها وبنعمل بيها تقويه للانكل ماسلز. كمان ممكن كمان في فوت وير بيبقى سبيشالايزد للووتر، ووتر ريزيستنس فوت وير بيتلبس كده في الرجل بيزود لي الريزيستنس جوه الميه.
كوف بتتربط حوالين الهاند ريزيستنس كوف، ممكن هي برضو تساعد عندي في ان هي تزود لي الريزيستنس على مستوى الابر لمب، على مستوى الهاند والريست. بعد ما اخترنا درجة الحرارة واخترنا الاسيستيف ديفايس واخترنا الريزيستيف ديفايس اللي احنا ممكن نستخدمها مع البيشنز، ان الاوان ان انا اختار التكنيك بتاع الووتر اكسرسايز بتاعي. مختلف انواع للتمارين، تمارين تزود لي السيركوليشن ان جنرال، ايروبكس عادي خالص بتزود لي السيركوليشن، تمارين للمصل سترينث، تمارين للستريتشنج، للفلكسبيليتي، تمارين للرينج اوف موشن ممكن اعملها جوه الميه، جيت تريننج وان انا اعمل تمارين للمشي فورورد وباكورد وسايد واي جوه الميه، كوردينيشن توافق عضلي عصبي جوه الميه، بالانس اكسرسايز وان انا استخدم البالانس بورد عندي في العلاج جوه الميه، انديورنس اكسرسايز ان انا استخدم تمارين لفتره طويله بريزيستنس قليله، كارديو فاسكولار اكسرسايز، ريسبيراتوري كونديشننج وبريذنج اكسرسايز جوه الميه، تمارين للسايكولوجيكال والبينج والريلاكسيشن جوه الميه واليوجا والحاجات الحلوه، تمارين مختلفه ممكن اعملها كمان خاصه بالبروجرام اوف تريتمنت للبيشنت بتاعي. لو عندي مثلا ستيفنس على مستوى الشولدر او فروزن شولدر، اعمل الاكسرسايز اللي انا بعمله عادي جدا بره الميه اعمله جوه الميه تو ديكريز بين تو ريديوس سبازم and stiffness. بختار الاكتيفيتي تايب بتاعي، ممكن اسك البيشنت ان هو يعمل لي سويمنج عادي جدا في ميه باشكال السويمنج المختلفه، ممكن اسك البيشنت انه يمشي، ممكن يجري جوه الميه باستخدام البست او من غير استخدام البست، باستخدام بلت او من غير البلت، ممكن ان هو يعمل سايكلينج جوه الميه، يشوط كوره جوه الميه، كيكينج اكسرسايز، ابرايت اكسرسايز يفضل واقف وهو واقف بيعمل التمارين بتاعته. مختلف الاكتيفيتي تايبس ممكن ان انا احطها في البروجرام اوف تريتمنت بتاعي جوه الميه. كمان البوزيشن بتاع البيشنت ممكن اغيره، ممكن اعمل تمارين وهو قاعد، ممكن تمارين وهو واقف، ممكن تمارين وهو نايم على بطنه، ممكن تمارين وهو نايم على ظهره. جت مدارس كتير بتتكلم عن تكنيكس مختلفة، من ضمنهم مثلا حاجة اسمها باد رجاز تكنيك، وفي الباد رجاز تكنيك بيبقى فيه عندي حاجتين اساسيتين في التكنيك ده، البيشنت بيبقى لابس كولر حوالين الرقبة وده بيساعد زي ما احنا قلنا ان الهيد بتاعته تفضل فوق سطح المية، وفي الرجل ممكن انا استخدم عندي الرانجز او استخدمها حوالين الظهر برضو بترفع لي الرجل او الظهر، يعني بتساعد عندي ان الجسم عندي يكون مرفوع على جسم على سطح المية، وده بيساعدني على ان انا اعمل بقى مختلف التمارين. يعني ممكن اعمل ستريتشنج او الانجيشن للترانك ماسلز والبيشنت بتاعي على الميه واحنا حاطين الكولر والرانجز، ممكن اعمل بقى اسيستد اكسرسايز ترانك فلكشن زي ما احنا شايفين في الصوره، وابدا ان انا اعمل التكنيك بتاعي. هي مختلف التكنيكس تعتبر اكتر بي ان اف بروبيسبتيف نيوروماسكولر فاسيليتيشن. طبعا الحاجات دي كلها ترمينولوجيز جديدة عليكم هتاخدوها ان شاء الله بالتفصيل بإذن الله في الثرابيوتك وفي المانيوال، احنا بس بندي افكار عامة علشان بعد كده ان شاء الله نوظفها مع البيشنت بتاعنا. جا برضو تكنيك كده جوه المية، هالويك ميثود، وفي الهالويك ميثود بيعتمد ان خلي البيشنت بتاعي اندبندنت جوه المية، بيمبروف عندي البالانس والكنترول موفمنت، فيها 10 بوينت بروجرام يساعد العيان بتاعي ان هو يفضل متوازن جوه المية، بداية من المنتال ادجستمنت، ساجيتال روتيشن كنترول، ترانسفيرسال روتيشن كنترول، لونجيتودينال روتيشن كنترول، كومبايند روتيشن كنترول، اب ثرست بالانس اند ستيلنس، تيربولنت جلايدنج، سامبل بروجريشن اند بيزك موفمنت.
واتس بيعمل عندي تكنيك خاص بيه بيستخدم الورم ووتر في العلاج جوه الهيدروثيرابي وبيعمل مساج وبيعمل جوينت موبيلايزيشن عندي في للبيشنت بيعمل شياتسو مسل سترينثينج سوري مسل ستريتشنج استخدام الحاجات دي. طبعا التكنيكس دي بيبقى حلو جدا لما انا استخدم عندي الورم ووتر فهو بيستخدمها فور improvement للرينج اوف موشن نتيجة ان هو بيقلل عندي السبازم وبيقلل الستفنس وبيزود الرينج اوف موشن. جوه المية ممكن اعمل open chain exercise او closed chain exercise. ادي open chain exercise عادي سواء كان deep او shallow water على حسب الاريا بتاعتي وعلى حسب نوع التمرين اللي انا محتاج ان انا اعمله. ممكن اعمل closed chain exercise واستخدم الارضية بتاعة الفلور بتاع السويمينج بول ان هو يقفل لي الدايرة closed chain exercise لو انا عندي البوتوم لو انا عندي شالو ووتر او استخدم عندي الوول بتاع البول استخدم السايدز بتاعته لو انا عندي ايه ديبر ووتر ومش هقدر اوصل ليه الارضية ممكن انا استخدم السايدز بتاعة البول في ان هي تعمل لي كلوزد تشين اكسرسايز وتقفل لي الدايرة. جوه بقى المية ممكن انا اعمل ثرابيوتك جم زي بالظبط اللي موجود عندي في الجم العادي جدا. استخدم التريد ميل اندر ووتر استخدم عجلة استخدم برر البار والعيان يمشي ما بينهم استخدم هاند ريلز تساعد عند البيشنت ان هو يمشي للامام وللخلف وسايد واي استخدم ويتد ستولز جوه الميه استخدم تشيرز جوه الميه وويتد ووكر مشايه جوه الميه العيان يمشي فيها. ادي الريلز زي ما احنا قلنا عشان تساعد معايا. ممكن بقى ابدأ ان انا اشتغل بالبايسيكل جوه المية. هنا انا حاطة الصورة دي عشان اكد عليكو انه ما ينفعش ابدا الثيرابيست يبقى برا المية ويدي انستراكشن للبيشنت جوه المية. لا، وجودنا جوه المية مع البيشنت ده سبورت وسيفتي للبيشنت ومهم جدا واسنشال مش فضل مننا ده واجب علينا. كمان اخلي بالي بقى طبعا احنا بنتكلم في مية فما ينفعش ابدا يبقى في عندي حاجة زي الفيش حوالين المكان علشان خاطر ما يحصلش عندي تشوك. بما ان احنا بنتكلم بقى على الجم الحلو اللي جوه المية فادي اشكال مختلفة من التريد ميل ممكن البيشنت يمشي عليها جوه المية. وفي كمان عندي دي انديفيديوال يونت كده خاصه بالتريد ميل جوه الميه خاصه بالمشي فقط لا غير سبيشاليزد ده من الحاجات اللطيفه جدا. كمان برضو جوه التريد ميل الحلوه دي في اوبشن برضو بيبقى كده معاها ان هو في هارنس موجود. الهارنس ده بيساعد البيشنت لو البيشنت مش قادر ان هو يمشي في الميه وعنده مشاكل في المشي بترفع الوزن بتاعه وبتثبته كده ب هارنس موجود عشان يقلل الويت النازل على اللور لمب فيقدر البيشنت بتاعي يمشي سبيشالي لو هو بقاله فتره طويله مثلا قاعد في السرير ما بيتحركش فمش قادر يمشي برجليه فهي بترفع شويه الوزن وبتقلل الوزن النازل على اللور لمب. البايسكل ممكن انا استخدمها او ممكن استخدمها جوه الميه. ووكر استخدمه جوه الميه العيان يمشي بيه جوه الميه. عاشر خطوه عندي ان انا اختار بقى السبيد بتاعه الموفمنت واتفقنا ان احنا كل ما زودنا السبيد كل ما الريزيستنس زادت معايا. طيب كمان لو انا عايز بقى اصعب التمرين غير ان انا ازود السرعه بتاعتي بزود الريبتيشن عادي مره ورا مره ممكن ازود اللينث بتاع الليفر ارم فبدل ما انا مثلا بستخدم عندي في اللور لمب فانز قصيره ازود اللينث بتاع الليفر ارم وتطول اكتر فتديني ريزيستنس اكتر. كمان برضو ممكن ان انا اقلل الديجري بتاعت الاستابلايزيشن لو
البيشنت بديله سبورت عالي في الاول وبخليه يسند على حاجه مره ورا مره، اقل الاستابلايزيشن اللي هو محتاجه وخليه يتحرك هو لوحده جوه الميه طول الوقت. وانا بشتغل مع البيشنت لازم امونيتور الفايتال ساينز بتاعه البيشنت واشوف الديجري بتاعه بيرسيفد اكسرجن، زي ما احنا قلنا بيبقى كذا فاريبل مع بعض، لازم ان انا اشوف الهارت ريت والريسبيراتوري ريت وحاجات كتير جدا، لازم اسس الفايتال ساينز بتاعه البيشنت ريجولري. الديوريشن بتاعه الاكسرسايز عندي جوه الميه بتبقى كام؟ من 10 دقائق ل 30 دقيقة على حسب البيشنت بتاعي. الدوكيومنتيشن عندي مهم جدا، فكل مرة بشوف البيشنت بتاعي لازم بكتب انا عملت له ايه بالظبط. تعالوا كده نشوف نموذج للدوكيومنتيشن والتوثيق بتاع السيشن. بقول بول اكسرسايز، بول ات 30 ديجري سنتيجريد لو بستخدم درجة حرارة ورم. بقول نوع التمرين فورورد ووكينج، ماشي لقدام اكروس البول رايح جاي 20 دقيقة. السبيد بتاعتي سلو بيس، بدي 1 مينت ريست ات ايتش اند اوف بول. الدوكيومنتيشن ده مهم عشان لو في حد هيكمل بعدي يبقى عارف انا اديت ايه في السيشن بتاعة الاكواتيك ثيرابي. بعد ما اخلص التمرين بتاع المية برجع تاني مع البيشنت اساعده ان هو يطلع برا البول، وخلي البيشنت بتاعي يعمل بقى خلاص ينشف نفسه بشكل كويس ويلف نفسه كويس قوي عشان ما يبردش وما يحصلش عنده الرعشة اللي بتحصل بعد ما بيطلع من المية. ودي سيفتي ميجر مهمة جدا. كده 15 خطوة مهمين جدا 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 ان انا اعملهم جوه المية. تعالوا كده ناخد كيس ستادي نبص عليها نطبق عليها ال 15 خطوة. انا هسيب لكم تطبيق 15 خطوة بس خلونا نقرا الكيس ستادي دي مع بعض. عندي بيشنت لو باك بين، عندها 40 سنة، جايالي في الفيزيكال ثيرابي ديبارتمنت بيشتكي من لو باك بين او محتاجه ريهابليتيشن. البيشنت مش قادره ابدا ان هي تعمل الاكسرسايز بتاعها في اللاند بيز اكسرسايز العاديه، وبالتالي هي جايالي علشان تعمل اكسرسايز بتاعنا جوه الميه. لما عملت لها اكزامينيشن لقيت البيشنت بتاعي قادر ان هو يمشي او قادره انها تمشي، لكن ليميتد ديستانسز ما بتقدرش تمشي لفترات طويله، ومش قادره ان هي تعمل موفمنت للترانك فريلي during اي activity، يعني في عندها limitation في range of motion و dysfunction. التلات اسئلة الشهيرة بتوعنا، ايه هي the specific goals to be achieved with the use of pool therapy، وايه هي الهيدرو ايجنت اللي هنستخدمها مع البيشنت دي وتكون بتساعد البيشنت ان هي ترستور تاني الفانكشن، وايه هي البروبر ابليكيشن بروسيجر 15 خطوه اللي احنا بنمشي عليها، بنختار التمرين ازاي، درجه الحراره ازاي، ايه هو التكنيك اللي انا هستخدمه مع البيشنت، السبيد، التايم. ال 15 خطوه اللي احنا اتكلمنا عنهم هنطبقهم على اللو باك بين. في السكاشن ان شاء الله نشوف ميني كيس ستاديز نطبق عليها البول اكواتيك ثيرابي لو باك بين، ني اوستيوارثرايتس، توتال هاب ريبليسمنت، استبدال مفصل، بوست اوبراتيف انتيريور كروشيت ليجمنت ريكونستراكشن، لو عيان عنده شلل نصفي او ضعف نصفي في عضلات الجسم هيمي باريسز، سيريبرال بولسي، الاطفال اللي عندهم شلل دماغي ممكن انا استخدم معاهم ازاي الهيدروثيرابي او الاكواتيك بول اكسرسايز علشان اريستور عندهم الموتور فانكشن، كمان لو عندي انكل سبرين، عندي سيرفيكال ديسك برولابس، سوبر سباينيتس تندينايتس اند سي او بي دي. بعد ما خلصنا البول اكسرسايز او الاكواتيك اكسرسايز دي دعوه، بعد ما شفنا جمال الفيسيولوجيكال والثيرابيوتيك افكتس اوف هيدروثيرابي بتعمل ايه على السيستمز المختلفه وبتساعد ازاي البيشنتس،
قبل ما احنا نساعد البيشنت لازم نساعد نفسنا، وعشان نساعد البيشنت لازم نكون حاسين بكل حاجه. فانا بدعوكم جميعا ان احنا لازم ننزل سباحه، نجرب السباحه، نشوف الافكت بنفسنا، نعيش ونشوف الاحساس جوه الميه عامل ازاي، نطبق اللي احنا اتكلمنا عليه. اكيد 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 هنبقى مستفيدين. خلوا السباحه معاكم لايف ستايل تريننج، وخلوها فيفوريت يعني اكسرسايز. صدقوني عمركم هتندموا ابدا، بالعكس هتساعدكم جدا 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 ان هي تريليز التنشن والستريسز الديلي اللي احنا بنتعرض ليها، وتمبروف الفانكشن عندنا بشكل كبير على مختلف السيستمز. كده احنا خلصنا الجزء الاول من المحاضره، ودلوقتي جه وقتنا ان احنا نسمع مزيكا حلوه، نسمع كلمات حلوه. هنسمع مع بعض أغنية الموضوع فيك مع تامر حسني، أغنية لطيفة جدا. انجوي ات وتعالوا نكمل باقي المحاضرة. وتخلي كلامها يمشي عليك، ما تخليش حاجة تتحكم فيك، ربنا خلقك تختار بإيديك. هتفكر ليه ده الموضوع فيك، ده الموضوع فيك. ما تقولش ظروفي والله ما مساعدك، وتحبب نفسك كده في القعدة، علشان في أقل منك كتير بدأوا من تحت الصفر وعدوا. يا ابني في رب كبير لينا، رب كبير طول عمرنا اقوى من الايام. ضلمه برضه هرسم فيها احلام، وتحت انا اي ظروف هطلع قدام، هطلع قدام طول عمرنا اقوى من الايام. طول عمري أنا أقوى من الأيام، والضلمة برضو هرسم فيها أحلام، وتحت أي ظروف هطلع قدام، طول عمري أنا أقوى من الأيام، مليش أنا سقف في الأحلام، ولا عمري يهزني أي كلام.
تعالوا بقى نكمل باقي المحاضرة ونتكلم على الوايرلبول. الوايرلبول زي ما احنا قلنا بتكون لسنجل بيشنت وتكون تانكس اصغر حجما من الاكواتيك بول، بستخدمها في استخدامات مختلفة. بقسمهم جزئين اساسيين، يا اما سمول وايرلبول لجزء صغير من الجسم ايد او رجل، ولارج وايرلبول. في ثلاث انواع من اللارج وايرلبول، بتكون تانك اكبر، لو بوي او هاي بوي او هابرد تانك. الوايرلبول used for single patient treatment. خلونا بنكرر حاجات كتير علشان خاطر نكون متابعين مع بعض. ايه هي الكومبوننتس بتاعه الوايرلبول؟ بيبقى عندي تانك زي ما احنا شايفينه كده، وعندي توربين موجود علشان يمكس الووتر ومع الاير، بيديني اير في المية، وبالتالي بيخلي في عندي تيربولنس واجيتيشن والدوامات بتاعه الميه، ويعمل لي تيار من الميه للبيشنت. وعندي درين تصريف للتانك، واخر حاجه عندي ثيرموستاتيكالي كنترولد ووتر سبلاي عشان اشوف درجه الحراره. عايز احط الميه في درجه حراره عاليه يبقى ازود درجه الحراره، او عايزها استخدمها ككرايو هيدروثيرابي. اذا انا ممكن استخدم الوايرلبول كثيرمو هيدروثيرابي، ممكن استخدمه ككرايو هيدروثيرابي على حسب درجه الحراره اللي انا بحددها للبيشنت بتاعي. التانك بيكون ستانلس ستيل او فايبر جلاس او بلاستيك، بيبقى عندي موفابل او بشكل ثابت على حسب الويلز. لو في عندنا بعض التانكس بيبقى فيها عجل زي ما انتم شايفين وكده، فبقدر ان انا احركه من مكان لمكان، سبيشلي لو هو سمول واير بول. ف ديبندنج على السايز والكونفيجريشن ممكن ان انا احرك التانك بتاعي. التوربين زي ما احنا شايفين كده ليه كومبوننتس، وظيفته الاساسيه ان هو يمكس عندي الاير مع الووتر، يخلي الاير يطلع عندي من التوربين ويمكس مع الووتر، فيديني اجكشن لووتر جوه الميه، دوامات من الميه، اجيتيشن وتربلنس موجود. احنا عارفين فايده الاجيتيشن في انه يعمل لي ميكانيكال ستيميوليشن على جسم الانسان، ضخ الميه ده حوالين الجسم بيساعد عندي في الميكانيكال ستيميوليشن، وده بيقلل لي البين زي ما احنا قلنا من شويه لو انالجيسك افكت. الدوامات بتاعه الميه اللي موجوده حوالين اللمب نتيجه الميه اللي بتتحرك عندي بتساعد عندي في الديبريدمنت وتطهير الاوبن وونز لو انا بستخدمه للاوبن ووند، وده استخدام حلو قوي للواير اللي بقول اي نعم صح في حاجات احسن منه في الووند هيلينج، لكن ستيل هو انديكيشن من ضمن الانديكيشنز. التيربولنس الدوامات اللي موجوده عندي اللي بتعملها التوربين بيساعد عندي في ان هو ينظف الجرح، يشيل عندي اي دبرس واي فضلات موجوده حوالين الجرح بتاعي. التوربين بتاعي ليه several adjustable features، ممكن ان انا اغير الهايت بتاعه واطلعه او انزله، ممكن اغير كمان الدايركشن بتاع الفلو. انا عايز الدايركشن بتاع الفلو يكون رايح على مكان معين، على يعني احطه يبقى مواجه لللمب اللي انا محتاجاه. احيانا في بعض البيشنتس بيكونوا سنسيتيف قوي، مش ما ينفعش ان احنا نوجه التوربين ناحيتهم بشكل مباشر، سبيشلي لو هم لسه اكيوت ستيج او ريسنت انجري، فده ممكن يؤذيهم، فببعد شويه الفلو بتاع التوربين عن البيشنت بتاعي. فانا بغير في الهايت بتاع التوربين، وبغير كمان في الدايركشن بتاع الحركه، وفي السترينث كمان بتاع الفلو، يعني قد ايه يديني سترينث، قد ايه يديني ضخ ميه عالي قوي ودوامات كبيره من الميه، ولا ميه خفيفه في الاكيوت ستيجز، على حسب طبعا التوليرانس بتاع البيشنت بتاعي. كل ما زودت عندي الاير اللي طالع عندي بيمكس مع الووتر، كل ما طبعا التيربولنس الموجوده عندي هتكون اكتر زي ما احنا شايفين. التايبس بتاعت الوايرلبول، سمول وايرلبولز او لارج وايرلبولز. في السمول قلنا نوع واحد، لكن اللارج في عندي ثلاث انواع.
طيب تعالوا نبص على السمول ويربول. زي ما احنا شايفين بنتريت ديستال بورتس ابر او لور اكستريميتي. البيشنت بيبقى قاعد، بحط تاولز حوالين او تحت المكان اللي انا هستخدمه، يعني مثلا تحت النيه بحط عندي تاول، تحت الاجزله لو للابر لمب. يعني البيشنت بتاعي لازم يكون كومفورتبل، وعشان هو صغير ممكن جدا ان انا انقله بالعجل اللي موجود ده بيساعد عندي في النقل. في لارج واير بول ممكن بقى ان انا اعمل فول اميرجن او بارشال اميرجن لابر او لور اكستريميتي او للجسم كله، اغمسه جوه الميه. عندي ثلاث انواع. النوع الاولاني هو لو بوي، وفي اللو بوي بيبقى فيه عندي البيشنت بيبقى قاعد زي ما انتم شايفين كده لونج سيتنج، ما بيبقاش طويل قوي، هو لارج شويه لكن لو وولز. البيشنت بيبقى قاعد لونج سيتنج وهو بياخد التريتمنت بتاع الهيدروثيرابي. في الهاي بوي بيبقى اعلى من كده شويه في الطول وبيسموه هيب تانك. هنا بقى بيبقى لازم يبقى في عندي يعني شير او لفت للبيشنت، لو البيشنت مش بيتحرك حاجة تنقله تحطه جوه الواير بول ده. ليه؟ لان هو طويل فالبيشنت مش هيعرف يدخل جوه الواير بول، يعني لو هو مش قادر ان هو يتحرك لوحده. فممكن انا استخدم شير او ليفت عشان يترانسفير البيشنت جوه جوه التانك. لو البيشنت بتاعي ممكن انا استخدمه في التريتمنت، لو هو بره التانك وعايز استخدمه مثلا على اللور لمب فانا عادي جدا ممكن اجيب ريموفابل سيد بره التانك واخلي البيشنت بتاعي يقعد يدخل رجله جوه التانك واستخدمه كهيدروثيرابي للور لمب. فبالتالي الكرسي بتاعي بيكون عالي شوية، بجيب كرسي عالي بتحرك بيه علشان البيشنت ينسرت عنده اللور لمب جوه المية، او ممكن برضو لي الابر. لا في الهابر تانك لا، الموضوع بقى اكبر واكبر واكبر. في ناس بتحط الهابر تانك كده مع نفسه، في ناس بتحطه جزء او نوع من انواع الواير بول اللارج واير بول زي ما انتم شايفين كده، بيكون فيجر اوف 8 من البدايه بتاعته للابر لمب العين بيبقى نايم سوباين جواه. والأبر لمب زي ما انتم شايفين كده من اليمين للشمال فوق، ممكن نعمل بيه اكسرسايز. اللور لمب عادي جدا برضو في الانفيريور اسبكت، ممكن هو يحرك رجله ويعمل اكسرسايز للور اكستريميتي جوه المية. ممكن جدا لو البيشنت بتاعي في عنده مشكلة في ترانسفير ومش قادر وطالع من عملية، عنده كبير في السن مش هيقدر ان هو يبقى موجود او يدخل الواير بول لوحده، ممكن جدا ان انا بستخدم عندنا ليفت تدخل البيشنت بتاعي جوه الميه. بحط البيشنت على ستريتشر زي ما احنا شايفين كده، وبستخدم عندي الهويست ان هي تدخل البيشنت بتاعي من الواير بول، تدخله جوه الايه جوه سوري من الترولي تدخله جوه الهابر تانك. فبالتالي الهابر تانك ممكن بستخدمه بارشل تريتمنت لارجر او مالتيبل ارياز جوه الجسم، فول بودي اميرجن عادي جدا. البيشنت بيكون سوباين لاينج ويعمل موفمنت في الابر او لور اكستريميتي بشكل سهل جدا. ممكن نستخدم الليفتنج ديفايس علشان اترانسفير البيشنت من النقاله للبول جوه وبره ورجعه تاني، وبيبقى فيه عندي ممكن فيكسد هيدروليك هويست سيستم علشان الترانسفير وتموف البيشنت لاينج اون ستريتشر. ميزه الهابر تانك ان الووتر بيكون ديب وكتير جدا حوالينا، فاحنا ممكن نعمل حاجات كتير جدا جوه الميه. ممكن كمان استخدم بارلل بارز، ممكن عيان يمشي كمان جوه جوه الواير بول. فهو حاجه كده ما بين الاكواتيك بول الكبير جدا وما بين السمول واير بول الصغير
بعمل بيه تمارين كتير. عيني اللي بيخافوا من الاكواتيك بول ممكن جدا يشتغلوا جوه الهابر تانك. ويعني هو مميزاته كتير حاجة كده ان بتوين وسط، لكن هو طبعا غالي في السعر علشان كده الافيلابيليتي بتاعته مش كبيرة. في الواير بول ممكن ان انا استخدمه مع بيشنس كتير على حسب درجة الحرارة اللي انا بستخدمها. تعالوا كده درجات الحرارة اللي انا اتكلمنا عنها قبل كده. احنا طبعا خلاص عارفين دلوقتي الفيسيولوجيكال والثيرابيوتيك افكتس اوف هيدروثيرابي، دي هتبقى افكتس موجوده عندي، وديزيزز كتير هتستفيد منها مع الواير البول. لو استخدمت هيت هيبقى في عندي الفيسيولوجيكال والثيرابيوتيك افكتس اوف هيت، ولو استخدمت كولد هيبقى في عندي الفيسيولوجيكال اند ثيرابيوتيك افكتس اوف كولد. فانا كده عندي تمرين ممكن اعمله درجه حراره بتحكم فيها. تعالوا كده نبص الانديكيشنز بتاع درجة الحرارة عملية ممكن استخدمها ازاي في الواير البول. لو عندي very cold range من 1 ل 13 درجة مئوية او cold من 14 ل 18 درجة مئوية، مش محبذ قوي ان انا اعمل cold immersion للpatient بواير بول. طيب لو درجة الحرارة عندي في الكول رينج من 19 ل 26 درجة مئوية، دي حلوة جدا لو انا عايز استخدم كرايو هيدروثيرابي وقلل الانفلاميشن وقلل الاوديما في ريجن انا هستخدمه وهستخدم له الواير بول. التبد ووتر اللي هي من 27 درجة مئوية ل 32 درجة مئوية في الواير البول حلوة جدا كميديم للإكسرسايز، ممكن اعمل بارشيل او فول اميرجن واعمل تمرين جوه المية مع درجة الحرارة دي. كمان بتبقى حلوة قوي لو عندي اكيوت انفلاميشن والبيشنت مش قادر ان هو يستحمل درجة الحرارة اللي هي من 19 ل 26، فعادي جدا ممكن انا استخدم من 27 ل 32 درجة مئوية. الرينج اللي بعد كده هو النيوترال من 33 درجة مئوية ل 35 درجة مئوية، ممكن استخدمه في ثلاث حاجات. اول حاجة فور ووند هيلينج، تاني حاجة مع البيشنتس لو فاكرين اللي هما كان عندهم مشاكل سيركلاتوري سنسوري كاردياك بيشنتس، درجة الحرارة دي هتبقى حلوة جدا معاهم. كمان تو ديكريز التون لو عندي سباسيستي. طيب في الووند هيلينج بتساعد عندي اكتر حاجة بنستخدم ليها الواير بول هي البيرن كووند محتاج هيلينج. بيعمل لي ايه بقى الواير بول لو انا استخدمت النيوترال تمبرتشر مع الواير بول؟ ممكن هو يعمل لي ايه؟ يعمل لي اول حاجة عندي حاجة اسمها ووند بريدمنت. ووند بريدمنت يعني بيعمل لي رابيد ريموفال لأي نيكروتيك او ديفيتلايزد تيشو. اي يعني احنا عندنا في الووند بيبقى فيه عندي نيكروتيك تيشو وتيشوز متهالكة موجودة حوالينا، فهو بيعمل لي ايه؟ بيعمل لي wound debridement زي ما احنا قلنا، الاجيتيشن والتيربولنس اللي موجود بينظف عندي، بيشيل الجلد الميت والاجزاء الفضلات اللي حوالين الووند. ده طبعا هيساعد عندي في re-epithelization and granulation tissue formation wound healing. كمان بيعمل لي ايه؟ بيعمل لي cleansing effect. cleansing effect يعني بيرموف عندي اي dirt، اي تلوث، اي فورين بودي، اي اكسيديت، اي فلويدز، اي زيادات موجودة عندي في الجرح، فبالتالي بيساعد عندي في الديس انفكشن وانه يقلل لي البكتيريا، وده طبعا جزء مهم جدا في الووند هيلينج. تالت حاجة بيعمل لي هايدريشن. المية الموجودة في النيوترال رينج بتروح عندي على مستوى الووند، بتعملي مويست ووند بيد، وبالتالي الهايدريشن بتاع الووند ده بيساعد عندي في الهيلينج بتاع الووند. وممكن كمان استخدمه عادي جدا بما ان احنا بنتكلم بقى كهايدريشن، يروح عندي على تيشوز لو عندي مثلا دراي او سكيلي سكن وجلد ناشف كده وزوايد. لا، ده الهايدريشن افكت بتاع النيوترال كومبايند بالهايدروثيرابي والاكسرسايز جوه الواير البول ده هيساعد ان هو يشيل لي الاجزاء الميته والدراي والسكيلي سكن الموجود.
الوارم ووتر من 36 درجة مئوية ل 37 درجة مئوية، بيساعد عندي في الساب اكيوت والكرونيك ستيج زي ما احنا اتكلمنا قبل كده في الثيرمو هيدرو ثيرابي. ده هيقلل لي البين وهيرستور الموبيليتي في حالات مثلا زي الاوستو ارثرايتس او الروماتويد ارثرايتس او السترين او السبرين لما يكون ساب اكيوت او كرونيك ستيج. كمان هيساعد عندي تو سوفتن سكار تيشو ويقلل البين ويرستور الرينج اوف موشن مع مثلا عيان بيرن وداخل في ووند هيلينج ساب اكيوت كرونيك ستيج، بنبقى محتاجين جدا الورم ووتر علشان نرجع تاني الرينج اوف موشن ونرجع تاني الفانكشن. الهوت رينج عندي من 38 درجة مئوية ل 40 درجة مئوية، بيقلل البين وبيرستور الموبيليتي كفيسيولوجيكال اند ثيرابيوتيك افكت اوف وورم او سوري اوف هوت ووتر. لو الووتر عندي فيري هوت يعني من 41 درجة مئوية ل 43 درجة مئوية، ده هيزود لي الاكستنسابيليتي حلو جدا الرينج ده مع عيانين ستيفنس، لكن خلي بالي ما اقدرش استخدمه على اماكن كتير مرة واحدة، فبالتالي لازم يكون limited body areas only، وكمان ما اقدرش استخدمه لفترة طويلة. فمع البيشن ده ما اقدرش ابدا اقعد او مع الرينج ده ما اقدرش ابدا اقعد نص ساعة مع very hot water immersion. ايه الخطوات بتاعه العلاج؟ خلوا بالكم احنا نوع بقى نعيد حاجات كتير قوي، بنثبت معلومات معينه فما تملوش من الاعاده، ده الاعاده فيها ازاده وتذكير. فالخطوات هي بتبقى واحده، يعني انا اكيد عندي لازم اخلي بالي كويس قوي زي ما كنا في الواير بول. الواير بول لازم يكون نظيف كويس جدا، ولازم اكسبلين للبيشنت بتاعي البروسيجر زي ما احنا في كل مره بنقول في اي ايجنت احنا بنستخدمه، علشان البيشنت يبقى متوقع معايا كل حاجه، نقلل الانكزايتي ونبروموت السيفتي. السكان لازم نعمله assessment، نشوف temperature والأديمة open lesions color sensation tenderness، وكل ده لازم يكون documented عندي في الورق. اللبس لما باجي استخدم الواير بول لازم الجزء اللي انا بعمله immersion يكون خالي من اللبس علشان خاطر الافكت فيسيولوجيكالي يكون اعلى ما يكون للبيشنت. لو مثلا انا عندي بعمل بلفك immersion بخلي البيشنت بتاعي يلبس باثينج سوت او سويتابل كفرينج علشان البرايفسي بتاع البيشنت. البيشنت لازم يكون ريلاكسد كومفورتبل، ممكن استخدم اي باد او تاول علشان اقلل البريشر على اجزاء الجسم فما يحصلش عندي مشاكل. يعني لو عندي مثلا ابر لمب اميرجن زي ما احنا شايفين كده، البيشنت بتاعي بيكون قاعد كومفورتبل على كرسي زي ما احنا شايفين، الباك بيكون سبورتد، الارم بيكون بليزد على او جوه الويربول، ممكن استخدم تاول زي ما احنا شايفين او بادنج احطها اندر ارم. ليه؟ علشان ما يحصلش اي كومبريشن سيركولاتوري او لمفاتيك على الاريا دي وبالتالي يحصل مشاكل. وبالتالي انا بستخدم البلو علشان ما يحصلش عندي اي كومبريشن على ايه، على البلود فيزلز او لمفاتيك سيستم او على النيرفز. الثرابيست لازم يشوف كويس قوي الليفل بتاع الاسيستنس، العيان محتاج اسيستنس زي ما احنا شفنا من شويه، ممكن انا استخدم مثلا ميكانيكال ليفت ديفايس عشان تنقل البيشنت من الترولي للهابر تانك او للهاي بول مثلا، الهاي بول بوي سوري. محتاج سترابس مثلا ان هي تثبت العيان بتاعي، فاحط له سترابس واحط له حاجات تساعد البيشنت ان هو يكون سيكيورد جوه ايه، جوه الهيدرو ثيرابي ايجنت. كمان برضو ممكن ان انا استخدم سيت بيلت لو انا مثلا العيان بتاعي قاعد على الفيتد تشير مثلا في حاجه زي الهاي بوي، ممكن جدا اثبت العيان بتاعي بحزام بحيث ان هو يكون سيكيورد للتشير وما يحصلش اي ديستربنس. انفورم البيشنت انه لازم يكون حاسس بكمفورتبل ثيرمال سنسيشن لو انا بستخدم عندي ثيرمو هيدروثيرابي. البوزيشن بتاع التوربين بغيره على حسب انا محتاج البيشنت بتاعي محتاج ايه، فالديزاير دايركشن والفورس بغيرها على حسب البيشنت زي ما احنا قلنا. فلو في البدايه ما ينفعش ابدا ان انا اوجه الاجيتيشن دايركت على البيشنت في الاكيوت ستيج او في لو البيشنت بتاعي
لسه جاي من سيرجري او كده، فعشي ابدا ان انا اوجه التوربين دايركتلي للبيشنت واخلي الاجيتيشن على طول دايركت، ده كده هيعمل لي دامج وبين. كمان الفورس بتاعه الووتر اجكتد انا بتحكم فيها، فما ينفعش ابدا ان انا اذي البيشنت على حسب الستيج بتاعي. لو لسه اكيوت ستيج يبقى ما ينفعش ابدا الفورس اوف ووتر تكون كبيره مع البيشنت ده. وبالتالي ابقى متاكد دايما ان السيفتي عندي موجوده، وبغير في الدايركشن وبغير في الفورس اكوردنج للبيشنت بتاعي. الديوريشن اوف تريتمنت بتكون من 10 ل 30 دقيقه زي الهايدرو ثيرابي اكواتيك بول. اخلي بالي بقى وانا بشتغل بالواير بول في كذا حاجه. الميكانيكال افكتس بتاعه الهيدروثيرابي حلوه جدا جدا، لكن اخلي بالي لو انا عندي دامجنج او ريسنت انجري، لا ده انا ممكن جدا اذي النيو ابيثيليال تيشوز اللي موجوده، وبالتالي اقلل الهيلينج واعمل عرضه اكتر للانفكشن. فاختيار البيشنت مهم جدا جدا جدا، والستيج عندي مهمة جدا. انا محتاج الواير بول ده ليه، وبغير في الدايركشن والسبيد بتاعة الاجيتيشن على حسب البيشنت بتاعي. لو في بيشنت لسه اكيوت ستيج ممكن جدا ما استخدمش معاه الواير بول، ويكون عنده استخدام افضل سبيشال لو وند هيلينج هنتكلم عنه بعد شوية. كمان الواير بولز ممكن ان انا استخدمها للاوبن ووند، لكن ابقى بخلي بالي ان هو سورس كبير جدا للانفكشن، ممكن يعمل جدا دامج للفراجايل تيشو زي ما احنا قلنا نتيجه الاجيتيشن، ويعمل لي كومبليكيشن سوالينج للليمب. ليه؟ لان انا طول ما انا شغال بالواير بول البيشنت يوجوالي بيكون في ديبندنت بوزيشن، وبالتالي الريسك اوف اوديما هيكون عالي عندي. واحنا اتكلمنا طبعا عن الكولد اميرجن قبل كده، واتكلمنا عن الهوت اميرجن قبل كده، وهنا احنا بنتكلم على الواير بول. والواير بول صورة من الصور، يعني ممكن اجيب تانكس عادية خالص زي ما احنا شفنا في السكاشن، وممكن الواير بول لو افيلابل عندي استخدمه. وبالتالي في الاوبن وونز الواير بول لازم اعمل اسسمنت كويس قوي ليه، وديس انفكشن كويس جدا. ولو عندي انذر ميثود للاوبن وونز ممكن تكون افضل. من ضمن البريكوشنز في الفال بودي اميرجن ان واير بول، اخلي بالي كويس جدا من الووتر تمبرتشر زي ما احنا قلنا. لو انا بستخدم مثلا نيوترال تو وورم ووتر، سبيشالي لو العيان كله هيبقى جوه الميه، اخلي بالي جدا من التمبرتشر عشان ما يحصلش عندي اي شيلينج او اوفر هيتنج للبيشنت. كمان لازم اسكرين كيرفولي الفايتال ساينز بتاعه البيشنت، واشوف هل هو عنده التوليرانس ان هو يعمل الفول بدي اميرجن ان واير بول ولا لا، زي ما احنا كنا بنتكلم بالظبط في الاكواتيك بول. تعالوا كده نبص على كيس ستادي نطبق عليها الواير بول مع بعض. لو عندي بيشنت في ميل عندها 72 سنه، جايه بتشتكي ان هي عندها اوستيوبروزز يعني هشاشه عظام. لما نيجي ناخد الهيستوري هتلاقيها وقعت وهي ماشيه في الحديقه بتاعتها من 6 اسابيع فاتوا. مع الوقعه دي حصل لها كوالس فراكشر في الرايت ريست زي ما احنا اتكلمنا قبل كده على الكوالس فراكشر. عملت ايه؟ عملت كلوزد ريدكشن، وعملت كوست اتحطت فيه الفتره، وبالتالي بقى الجزء بتاع الفور ارم والريست والهاند جوه الكوست. شالت الكوست ده بقالها 3 ايام وجات لي علشان تعمل هيدرو ايجنت. لما عملت لها اكزامينيشن لقيت عندها مايلد سوالينج على مستوى الريست، وسيجنيفيكانت لوس في الرينج اوف موشن بتاع الريست. فانكشنالي في مشكله عندنا. البيشنت عندها بور توليرانس للباسيف ستريتشنج العادي خالص، والجوينت موبلايزيشن اللي احنا بنعمله عادي جدا عشان نريستور الرينج اوف موشن،
بتاع مين؟ بتاع الريست. وبالتالي جايالي علشان تعمل الاكسرسايز ان ووتر، عشان الووتر بيديني اكسرسايز اسهل. طيب ايه رايكم البيشنت دي ايه هي السبيسيفيك جولز تو بي اتشيفد مع الهيدرو ثيرابي، وايه هي الهيدرو ايجنت المثلى لهذه البيشنت، وبعمل ازاي بروبر ابلكيشن بروسيجر. The specific goals to be achieved ان انا decrease the pain in wrist، ازود التوليرانس للباسيف رينج اوف موشن ستريتشنج وموبلايزيشن، وازود الموبيليتي بتاعه الريست والفور ارم اند امبروف فانكشن. السبيسيفيك هيدرو ايجنت اللي ممكن استخدمها مع البيشنت دي، ممكن استخدم الكرايو هيدروثيرابي كول ووتر اميرجن بالسمول وايرل بول، او استخدم اللو بوي او الهاي بوي وايرل بول من 19 درجه مئويه ل 26 درجه مئويه ككرايو هيدروثيرابي. هيقلل البين، هيزود لي الرينج اوف موشن زي ما احنا اتكلمنا قبل كده. ممكن استخدم ثيرمو هيدروثيرابي، لكن استخدم بس ورم ووتر سمول وايرل بول او لو او هاي بوي وايرل بول من 36 ل 37 درجه مئويه. ده هيزود لي الرينج اوف موشن ويستور الفانكشن ويرجع تاني البيشنت بتاعنا للفانكشن بتاعته. لو هستخدم الوايرل بول هخلي البيشنت بتاعي سيتنج زي ما احنا قلنا كومفورتبل في التشير، على التشير، وممكن انا استخدم عندي التاول اندر اكزيلا، الووتر استخدم التاب ووتر العادي خالص، الابلكيشن سايت على الرايت فور ارم ريست وهاند زي ما احنا شايفين كده قاعد وحاطط ايده في الوايرل بول. الاجيتيشن ممكن انا اتحكم فيه بتاع الووتر، ازوده بالتدريج كل ما البيشنت قادر ان هو يتوليريت عندي. كمان الديوريشن هتكون من كام؟ من 10 ل 30 دقيقه. في السكاشن ان شاء الله هنشوف كيس ستاديز نطبق عليها الوايرل بول، انكل سبرين، نيوس ارثرايتس، روماتويد ارثرايتس، post surgical repair of joints and soft tissues و post operative hip joint replacement. لو عندي pressure source على الاسكيال تيبروستي اعمل لها ازاي whirlpool، كمان الهاند بيرن هيلينج كوند هيلينج، وازاي اعمل whirlpool لريست ستيفنس. تعالوا بقى نتكلم شوية عن two techniques أو two hydro agents بستخدمهم للwound especially. هما مش most common يعني لينا في الفيزيوثيرابي، بس لازم احنا نكون معديين على كل حاجة وعارفين مختلف الطرق في العلاج بالهيدروثيرابي. هنتكلم دلوقتي عن تكنيك اسمه pulsed lavage with suction، هو non-immersion irrigation للwound. بعمل lavage يعني ايه؟ تروية، يعني بضخ سلاين للووند وبعد كده بسحب السلاين الانفكتد والكونتامينيشن اللي موجود فلويد بالسكشن. تمام. طيب فهو حاجة حلوة جدا فور ديبريدمنت تو بروموت ووند هيلينج، بيقلل لي البكتيريا لان انا بنظف انفكشن اللي موجود، بيبرموت عندي الجرانيوليشن والابيثلايزيشن علشان يحصل عندي هيلينج كويس. مختلف بقى انواع الوونز اللي احنا بنشوفها، ممكن تكون نتيجه ارتيريال انسفشنسي، فينوس انسفشنسي، نيوروباثيك السرز، بريشر السرز، سمول بيرن، بوث سيرجيكال ووند، انفكتد وونز، فاشيوتوميز، partial thick split thickness skin grafts، تروما. كل انواع الوونز دي ممكن ان انا استخدم معاها البلسد لافاج وذ سكشن. البلسد لافاج وذ سكشن بن اختصاره العلمي PLWS. البلسد لافاج والتروية
وضخ السلاين ده بيعمل لي كنترول بلسيتنج بريشر ستريم من الارجنس الماتيريال اللي انا بحطها للووند. فبالتالي احنا كده بننظف بعد كده او في نفس ذات التوقيت بعمل كونكورنت ساكشن وبالتالي بيعمل لي نيجاتيف بريشر للووند وبيقلل لي او بيشيل عندي اي كونتامينيتد فلويدز زي ما احنا قلنا. ده شكل الابليكيتور تاب بتاعي اللي بحط بيه المية او السلاين. وده لو انا حطه على الووند بتاعي تمام. وفي اشكال مختلفة يعني ده شكل من الاشكال بتاعة الابليكيتور تاب وده شكل اخر هنتكلم عنه دلوقتي. طيب ال PLWS افضل من الواير لبول في الكلينسينج والديبريدمنت بتاع الووند. ليه بقى؟ ليه؟ لانه اول حاجه بيقلل الريسك اوف دامج لاي تشو زي ما احنا قلنا من شويه. الواير لبول فيه مشكله وممكن لو عندي ريسنت انجري ممكن يعمل لي دامج اكتر ويعمل لي كمان انفكشن. لكن هنا عندي في البلسد لافاج وذ ساكشن الكونتامينيشن عندي بيكون اقل, بستخدمه البيشنت واحد وبالتالي التاب عندي بتبقى ديسبوزبل بخلص وبرمي, وبالتالي سورس اوف انفكشن عندي بيكون اقل من الواير بول. كمان الواير بول كنا من شويه بنقول ان في مشكله عندنا ان البيشنت بيكون ديبندنت وحاطط ايده والجرافيتي بتشد الفلويدز فممكن عندي الريسك اوف اوديما بيزيد. لكن هنا لا, انا بحط الهيدروثيرابي على الاريا سبيسيفيك من غير ما تبقى في ديبندنت بوزيشن وبالتالي البيشنت عندي ما بيتاذيش. كمان برضو ممكن ان انا استخدمها لسمول اريا اكتر من الواير البول, بتبقى محددة اكتر على الووند ما بتاخدش حاجة جنب الووند, يدوب على قد الووند وبقفل على كده. وميزتها طبعا زي ما شايفين كده في الشكل بتبقى بورتبول, حاجة صغيرة ممكن استخدمها في البيت ممكن استخدمها في المستشفى عادي جدا. في البريكوشنز بتاعت البلس لافاج وذ ساكشن اخلي بالي كويس قوي بما ان انا بشفط سوائل وبنظف جرح, فلو في عندي مشكله الارياز فيها مشكله في السنسيشن هتبقى مشكله ممكن تعمل لي دامج. لو عندي بيشنت بياخد انتي كواجولنت وعنده عرضه للبليدنج مع الساكشن ممكن ان هو يتاذي اكتر. لو وونز عندي فيها تانل وواخدة مساحة كبيرة ممكن جدا تعمل لي دامج كبير, فاختيار الووند برضو مهم عندي. لو قريب من ميجور فيزلز ممكن تعمل لي بليدنج. لو قريب من فيتال ستراكشرز وكافيتيز زي مثلا عندي البيريكارديوم اوف بروتينيوم, لا ده ممكن كده اذي الهارت واذي الفيتال ستراكشرز حواليه وبالتالي نير للكافيتي اخلي بالي كويس قوي. لو عندي لسه ريسنت باي باس او جراف تيشوز او فلابس اخلي بالي ممكن جدا يحصل عندي دامج. لو عندي اكسبوزد بون او تندونز او فيزلز وانا بعمل ساكشن ممكن جدا اعمل لها دامج فخلي بالي. في الفاشيال او في الفيس وونز ما ينفعش ابدا ان انا او اخلي بالي وانا بشتغل بالبلسد لافاج وذ ساكشن لان ممكن جدا اذي العين والفايتال ستراكشرز. تعالوا كده نشوف الكلينيكال ابليكيشن بتاعنا. هو سهل جدا جدا جدا, بروسيجر عاديه خالص. اول حاجه الانفكشن, لازم اخد انفكشن كنترول بروسيجر كويسه للثيرابيست وللبيشنت. الثيرابيست تكون لابسه ماسك وجاون وجلوفز والبيشنت يكون لابس ماسك. تاني حاجه البيشنت بيكون قاعد كومفورتبل, اشيل الدريسنج بتاعه الووند لان انا هعمل عليها بلس لافاج وذ ساكشن. السلاين ووتر اللي انا هستخدمه بيبقى ورم سترايل سلاين باجز بستخدمها. درجة الحرارة بتكون من 39 درجة مئوية ل 40 درجة مئوية. ممكن استخدم انتي ميكروبيالز معاها عادي علشان اقلل الانفكشن. بعد كده باتاتش التيوبينج او السكشن الكانستر والهاند بيس وبرضو الاريجيشن. طيب في الاريجيشن تاب دي بقى حاجة مهمة جدا. ادي الاريجيشن تاب بتاعنا عندي نوعين, ده النوع الاولاني وده النوع التاني. النوع الاولاني عندنا هو السوفت سبلاش شيلد
تمام زي ما انتم شايفينه كده. تمام ده السوفت سبلاش شيلد. والنوع الثاني عندنا اسمه لونج فليكسيبل تب، ودي بستخدمها اكتر للتانلز. احيانا في بعض الجروح كده بيبقى فيه تانل او تراك، وبالتالي الابليكيتور تب دي افضل في الجروح دي. فانا عندي اثنين ممكن استخدمهم، ده الشكل اليوجوال وده الشكل لو عندي ايه تانل في الووند بتاعي. طيب لازم انشور ان في عندي توتال كونتاكت للووند بيد، وسبيشالي لو انا بشتغل بالسبلاش شيلد تب لازم تكون في توتال كونتاكت مع الووند بيد. بعد كده بحدد الاريجيشن بريشر عندي هيكون قد ايه. يوجوالي البريشر بيكون من 4 ل 15 باوندز بير سكوير انش. تمام من 4 لكام؟ ل 15. على حسب ايه؟ على حسب كميه القشر او الندب والنكروتيك تيشوز اللي موجوده عندي في الووند، وعلى حسب البيشنت توليرانس. يعني هاخد الرينج القليل اللي هو من 4 ل 8 باوندز بير سكوير انش لو انا بعمل ديبريدمنت وتطهير للجروح وفي عندي تانل، فانا كده ايه محتاج حاجه خفيفه خالص. طيب هبقى محتاج بريشر عالي في الاريجيشن وفي ان انا احط عندي اريجنز من 12 ل 15 باوندز بير سكوير انش، وده البريشر العالي ده هستخدمه مع الطف اشر او لو عندي لارج اماونت اوف نكريتك تيشو محتاج ان انا اشيل الحاجات دي كتير وانظف بشكل كبير واشيل الزوايد والندب اللي موجودة، وبالتالي البريشر اللي هبقى محتاجه في الكيس دي هيكون بريشر عالي، فبوصل من 12 ل 15 باونز بير سكوير انش. بعد كده بحدد القوة بتاعت السكشن قد ايه بالظبط. السكشن بيكون كونتينيوس مود 60 لـ 100. اللو رينج بستخدمه لو انا قريب من بيزل زي ما احنا قلنا، او في تانل او اندرمايند اريا او قريب من كافيتي. الحاجات البريكوشنز دي لازم استخدم فيها سكشن مود قليل جدا، الدرجة بتاعتنا تكون قليلة. ولو عندي بليدنج برضو السكشن فورس بتكون قليلة، البيشنت لو بيتألم بزيادة بقلل السكشن. بعد كده عادي جدا ببجن الاريجيشن وبمونيتور البيشنت ريسبونس، والديوريشن بتاعتي بتكون من 5 لـ 30 دقيقة على حسب البيشنت بتاعي محتاج قد ايه بالظبط من البلس لافاج وذ سكشن. بعد ما بخلص العلاج بتاعي الووند بعمل له انسبكشن كويس، وبعمل دوكيومنتيشن زي ما احنا اتكلمنا، وبنرجع تاني الدريسنج بتاع الووند للووند بتاعنا. احنا كده نظفنا وسحبنا السوائل الكونتامينيتد من الووند، ساعدنا الووند ان هو يعمل ريبثلايزيشن وان الانفكشن عندنا يقل، وبالتالي برجع تاني الدريسنج بتاعي. اخر هيدرو ايجنت هنتكلم عنه النهارده هو النيجاتيف بريشر ووند ثيرابي، ومن اسمه نيجاتيف بريشر يعني بيعمل نيجاتيف بريشر ووند، يبقى احنا بنعمله بس للووند كعلاج هيدرو ثيرابي NPWT. بستخدمه في البيشنتس اللي عندهم كرونيك ووند هيلينج تو بروموت كرونيك ووند هيلينج. هو طبعا نون اميرجن زي ما احنا قلنا. البيشنتس اللي عندهم بريشر ألسر، ديابيتك فوت ألسر، لارج سيرجيكال وونز، البيشنتس دول بيكون انسب حاجه ليهم هيدرو ايجنت ممكن استخدمها هو ايه؟ هو النون اميرجن ووند ثيرابي. في النون اميرجن ووند ثيرابي بدي كونتينيوس او انترميتنت نيجاتيف بريشر على الووند بيد. بعمل الاول في الووند بحط فوم دريسنج جوه الووند نفسه، حاجه كده فوم على حسب السايز بتاع الووند بتاعي، بحط قد ايه بالظبط فوم انا عايزه جوه الووند ده، وبعد كده ببدا اعمل ايه، اعمل سكشن عادي جدا. ممكن السكشن العادي خالص بتاعنا اللي احنا اتكلمنا عنه من شوية،
في البلس لافاج with suction، جهاز السكشن العادي خالص. ببدأ ان انا اسحب بريشر، نيجاتيف بريشر، بدي لي الووند ده عشان اساعد عندي في الهيلينج بتاع الووند. السوائل دي بتتجمع عندي، عندي ممكن الكانستر بتبقى من 250 ملي لحد 1000 ملي عشان تكولكت عندي الووند فلويدز. كلينيكال ابليكيشن بيبقى بسيط جدا، بحط اول حاجه خالص عندي الفوم دريسنج زي ما احنا قلنا جوه الووند على حسب حجم الووند، ما بقاش ضاغط قوي على الووند بتاعي وما استخدمش فوم دريسنج حجم اكبر من المطلوب، لا بانسرت الفوم دريسنج ده جوه الووند. وبعد كده فوق الفوم دريسنج بحط ترانسبيرنت فيلم دريسنج. الترانسبيرنت فيلم دريسنج ده بيكون موجود عندي فوق الفوم دريسنج، بيغطي الفوم دريسنج وكمان 3-5 سنتي حوالينها، يعني واخد كمان انتكت بيري ووند سكن زي ما احنا شايفين. ادي الفوم دريسنج بحطها جوه الووند، وبعد كده ترانسبيرنت دريسنج حوالين الايه، حوالين الفوم دريسنج. وبعد كده باتاتش عندي لي الفوم دريسنج ده، باتاتش عندي ايه الدرين اللي موجوده عندي، باتاتش الدرين وبكونكت لي الدرين تيوبينج لي الكانستر تيوبينج. البريشر عندي بيكون رينجد من 50 لحد 175، والديوريشن بتكون كونتينيوس ممكن 22 ساعة من ال 24 ساعة، يعني طول الوقت. اهم حاجة ان انا عندي طول الوقت كل ساعتين لازم اروح اعمل ريتشاك للبيشنت اشوف لو في بليدنج ولا لأ، وبغير كمان الدريسنج دي كل 48 ساعة او كل 12 ل 24 ساعة لو الووند عندي في اي انفكشن. فهي حاجة كونتينيوس لطيفة جدا، بتعمل لي يعني نيجاتيف بريشر موجود، لكن فيها مشكلة طبعا طول الوقت البيشنت متعلق للجهاز بتاع السكشن. ادي الفوم دريسنج عندنا، وادي التيوبينج اللي احنا بنعلقها فوق الفيلم سيل او ترانسبيرنت فوم اللي موجود، والتيوبينج دي بتروح تكونكت عندي بالسكشن وتجمع عندي السوائل. علبة السوائل اللي اتجمعت دي بتبقى موجودة عندنا في الكانستر. ادي الفوم دريسنج، وادي الجهاز بتاع السكشن، ممكن جدا استخدمه مع الجهاز اللي قبله اللي احنا اتكلمنا عنه بالس لافاج ويد سكشن. تمام، وادي مختلف الحالات اللي احنا ممكن نشتغل عليها الجهاز كووند هيلينج. تعالوا كده نبص على كيس فيها ووند ونشوف احنا ممكن احنا نعمل مع الووند ده ايه. لو عندي بيشنت عنده ستيج 3 ساكرو كوكسجيل بريشر ألسر، ده كومن جدا مع البيشنتس اللي بيفضلوا قاعدين لفتره طويله. يعني مثلا لو عندي بيشنت عنده 36 سنه، راجل بقاله 10 سنين عنده كوادريبليجيا شلل رباعي، وادمتد لي الهوسبيتال علشان عنده ستيج 3 ساكرو كوكسجيل بريشر ألسر نتيجه القعده في السرير او في الكرسي لفتره طويله. ده موست كومن انجري بيحصل عندنا، او بريشر ألسر بتبقى موجوده في الساكرو كوكسجيال اريا. الووند عندنا لما جينا نعمل له اسسمنت لقينا عندنا الحمد لله مينيمال نيكروتيك تيشو. الاودر بتاعنا والريحه يعني كريهه الى حد ما، مايلد، مينيمال اكسوديت سوائل موجوده، ومفيش عندنا اي ايفيدنس من سيلولايتس او تانلينج او فيستولا. يعني احنا عايزين نقول مفيش عندنا بريكوشنز كتير. لما جينا نشوف حجم الألسر لقيناها من 6 ل 8 سنتي، الدبث بتاعها من 1 ل 2 سنتي. بياخد عادي جدا الروتين هوم او سوري ووند كير بتاعه جدا عادي، مفيش اي مشاكل فيه، عامل الريجولر دريسنج تشينجز الطبيعيه جدا علشان تبروفايد عندنا مويست هيلينج انفايرومنت. لو هشتغل بهايدرو ايجنت من اللي احنا قلناهم، ايه هي السبيسيفيك جولز اللي انا محتاجه ان انا اتشيف مع البيشنت ده
وايه نوع الهايدرو ايجنت اللي احنا ممكن نستخدمها مع الووند ده، وبعمل الابليكيشن بروسيجر بتاعي ازاي. انا طبعا هسيبكم الجو على ده، هو موضوع سهل جدا، الجهاز سهل جدا جدا. بشكركم، هي المحاضرة انا عارفة انها طويلة، هما ثلاث محاضرات كده في بعض. حاولنا ان احنا نجمع الدنيا على قد ما احنا نقدر. الحمد لله كان سمستر لطيف جدا معاكم، واتمنى ان شاء الله ان انتوا تكونوا استفدتوا، وان انتوا فعلا تقدروا ان انتوا تستخدموا الحاجات اللي احنا قلناها دي على ارض الواقع، وتساعدوا البيشنس ان هم يكونوا افضل. الحمد لله ان احنا انهينا السمستر، توفيق ربنا الحمد لله. ان شاء الله يعني تكونوا استفدتوا، احنا حاولنا على قد ما نقدر ان احنا ندي التفاصيل ونربط الموضوع بكيس ستاديز ونربطه بالواقع، وندي الموضوع بشكل سامبل وشكل ديتيلد، بحيث ان احنا لو قرأنا في اي تكست او شفنا اي بيشنت ان شاء الله باذن الله نكون قادرين ان احنا نكون ما يبقاش في اي حاجة غريبة علينا باذن الله. كل سنة وانتو طيبين. بمناسبة السنة الجديدة، احنا خلاص بننهي سنة يعني سنة 2021، ان شاء الله داخلين على سنة جديدة، ان شاء الله يبقى فيها كل خير وتحققوا كل امنياتكم، وتوفقوا ان شاء الله في الامتحانات، وتوفقوا في حياتكم، كل واحد نفسه في حاجة يا رب ان شاء الله ربنا يكتبها لكم. شكرا جزيلا.